حضراتكم طيبين. خلاص رجعنا لأصلنا تاني كل يوم حد وأربع من 8 ل 9 ونص هنكون مع حضراتكم عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية داخل جدران نادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وحشتونا وحشنا برنامج الأبطال، كنا أكتر وقتنا بنطلع مباريات. خلاص المباريات خلصت، ولكن إن شاء الله ابتدينا تاني برنامج الأبطال. الحقيقة طبعا حلقتنا النهاردة هنستضيف يعني فرقة من الفرق الرياضية السنة دي اللي عملت إنجاز كبير، إنجاز ما تحققش من 30 سنة. فريق كرة اليد سيدات اللي استطعنا إن هم يحصدنا كأس مصر والدوري وثالث أفريقيا أو برونزية أفريقيا بعد 30 سنة. الحقيقة السنة دي كانت منحنى تاريخي في تاريخ هذا الفريق، وكان يعني إنجاز كبير. مش بس الإنجاز والمكسب، لا، السنة اللي فاتت ما كناش موفقين. فلما نعكس أو يعني ما تاخدش الموضوع تدريجي، من سنة ما انتش موفق فيها لسنة بتوفق فيها بهذا الشكل، لا، يبقى في تحول كبير، تحول حتى في أداء اللاعبين، في الجهاز الفني، في دعم مجلس الإدارة. فبقول لحضراتكم الفريق النهارده هيكون كله بالكامل إن شاء الله، ما عدا طبعا بعض اللاعبات هيكون معانا وهنحتفل معاهم وهنتكلم عن كل شيء وعن البطولة وعن يعني عن الموسم الطويل اللي هم لعبوا. بس الحقيقة قبل ما أطلع طبعا لفاصل وأرجع لحضراتكم، لازم نبارك لفريق كرة السلة رجال اللي امبارح فاز على فريق الرواني في مباراة رائعة. مباراة الحقيقة يعني الفرقة كانت كلها كويسة. إيهاب أمين، أبو النصر، أحمد إسماعيل، عندك عمر طارق، تومسون، ويستربوك، عندك أموت اللعيب طبعا الجنوب السوداني. الفرقة امبارح كلها كانت كويسة. الحقيقة امبارح وأنا بتفرج على الفريق سرحت شوية كده، فرقتنا حاجة تشرف بجد. بس إحنا النادي الأهلي ما بنفرحش أبدا بمكسب مباراة أو أداء مباراة، ولكن إحنا بنفرح بالبطولة. المباراة الجاية إن شاء الله الملعب المالي، مباراة قوية، إحنا أفضل. أنا قريت إحصائيات الفرقة دي ودي، إحنا أفضل، ولكن مباراة صعبة. إن شاء الله نتعداها أو نتخطاها، ومن المتوقع أو الناس متوقعة إن إحنا نقابل نفس الفريق الأنجولي اللي إحنا قابلناه في القاهرة وخسرنا منه آخر ثانية. كل التوفيق للفريق، إن شاء الله يبقى ختامها مسك، وكل طبعا قلوبنا مع هذا الفريق. هنطلع لفيديو سريع أو يعني زي تقرير سريع عن فريق كرة اليد سيدات وعن البطولة، بطولة أفريقيا ومشوارهم والإنجاز الكبير اللي حققوه بعد 30 سنة. وهنقول ايه؟ هنقول ايه اليوم الحلو ده؟ نعم، النادي الاهلي بيدور على الميداليه الذهبيه في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين، ولكن النادي الاهلي عمره ما بينسى اللي بيبذل مجهود، عمره ما بينسى اللي بياخد خطوه لقدام، وعشان كده النجمات دول معانا النهارده. وبالنسبه لنا انا واحد من الناس، البرونزيه اللي حققها هذا الفريق هي بالنسبه لي هي الذهبيه، وان شاء الله الفريق ده لسه عنده كتير ولسه هيقدمه بدعم من النادي ان شاء الله. في البدايه بنرحب بنجمات الفريق، ببتدي طبعا بالمهندسه الكابتن ساره الخولي. اهلا بيك يا كابتن ساره. اهلا بحضرتك. ما قلتش حاجه يعني، ما قلتش حاجه غلط، مهندسه والكابتن، صح؟ ايوه. منورانا وبنرحب بيك في قناه الاهلي. ميرسي، شكرا. اكيد كمان بنرحب بنجمه الفريق روان سعيد ولاعيبه منتخب مصر. اهلا بيك يا روان. اهلا بحضرتك. ومبروك. الله يبارك فيك، شكرا. بنرحب طبعا بلاعيبه الدايره الكبيره جدا المميزه اللي كان ليها دور كبير جدا في الانجازات اللي فاتت، ليلى هيثم. ازيك يا ليلى؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك فيك. ده تاني لقاء لنا يعني، ويمكن انت كنت من اللاعبات اللي مستواها حتى تطور بشكل كبير. الحمد لله يا طبعا. مرحب طبعا بألاء صابر احد نجمات الفريق واللي كان ايضا ليها دور كبير في الثلاث كؤوس او الثلاث بطولتين وثالث افريقيا. اهلا بيك يا الاء. اهلا بحضرتك. منورانا. بنور حضرتك. ساره، اجي لك يعني، يمكن كان موسم صعب زي ما قلت، كان تحول كمان صعب ان انتوا يعني تعثرتوا السنه اللي فاتت بشكل كبير، والكارثه كمان احنا تعثرنا في بدايه السنه كمان. خسرنا ماتشين ما كانوش متوقعين او ثلاثه، كان اتصور كان سموحه وكان مباراه الطيران تقريبا. سموحه والطيران. انا فاكر كانوا حتى يعني الناس بدات تتساءل يعني، كلميني عن الموسم وازاي دخلتوا بمنتاليتي مختلفه الموسم. احنا السيزون ده في البدايه كانت، بس هي فعلا جت خساره في الاول. كان عندنا صفقات كتير قوي جديده، كان في لسه طالع ناس كتير من تحت، صغيرين، ناشئين صغيرين، ناشئات صغيرين من تحت. ما كانش لسه التجانس ما بين كل عناصر الفرقه، كان في برضو اصابات، كان لسه ما كانش في تجانس كامل ما بين عناصر الفرقه. ده تقريبا يعني او احنا تقريبا اكتملنا او انسجمنا يعني بعد بعد شهر مثلا 11 او بعد حاجه، بعد طوله السنه، بعد ما كل الناس اتلمت، كل الناس اتجمعت، ما هو كان تقريبا في الوقت ده. بعد ما كل الناس اتجمعت خلاص يعني بقينا بقى بنتدرب مع بعض، بقينا كل حاجه مع بعض. المصابين تقريبا كله كان نزل، ما عدا حاجات بسيطه قوي هي اللي كانت لسه نزلت بس، وخلاص يعني الحمد لله ربنا وفقنا السيزون ده. بس كان صعب يعني، يمكن كان نفس الشمس، حتى الزمالك كان فرقه كويسه يعني. هو كان صعب لاسباب كتير، كان صعب لان احنا بندور على ان احنا يعني كان عندنا دايما دافع ان احنا بنرجع حقنا.
يعني احنا السيزون اللي فات زي ما حضرتك قلت زي ما حضرتك قلت في الانترو، احنا السنه اللي فاتت حصل لنا دروب، خسرنا كل حاجه تقريبا، خدنا منطقه بس. كان السنه دي بالنسبه لنا هو تحدي ان احنا مش يعني يعني محليا مستوى محلي احنا كنا بنرجع حقنا، لان الدوري دي حقيقه دول حقنا. يعني احنا اما استلمنا الدرع بتاع الدوري هو تقريبا 10 ميداليات محطوطين على الدرع، احنا واخدين 8 او 9، فده حقنا ان هو الدرع في الاخر يفضل عندنا. كان دي اخر كمان علامه، فكان احنا كنا شايفين ان في الاخر بعد كل ده الدرع هيروح مننا. لا طبعا ده حقنا، احنا اللي اولى من اي حق. مش اولى لحاجه، بس احنا اكتر فرقه بتتعب، احنا اكتر فرقه اتمرنت، احنا اكتر فرقه، احنا كل الناس بالنسبه لها في الفرقه الشغل يجي بعد الرياضه، بعد التمرين، الدراسه بعد الرياضه، بعد التمرين، بعد كل حاجه. طبعا خروج والكلام ده ما اظن ان احنا اكتر فرقه تقريبا مش مرفهه قوي في حته الخروج والحاجات دي، فده طبيعي. بس عملتوا ده بحب السنه دي، يعني السنه دي انت كنت يعني الاختلاف بصراحه هنا زي ما بتقولي، الاختلاف بصراحه السنه دي ان احنا فعلا كل واحد سايب ده بحب، يعني مفيش حد اللي هو متضايق يوم مش عارفه ايه، لا هو كل واحد عايز يلا يا جماعه اول ماتش كذا، بنشجع بعض في حماس حتى في التمرين مش في الماتشات. شكلك في الملعب مختلف بصراحه. الشكل طبعا هي الناس كلها هي اللي حكمت بالموضوع ده، يمكن احنا كلاعيبه حاسين ان في فرق، بس طبعا الكلمه الاولى والاخيره بتبقى للمشاهد او للجمهور طبعاً. هو اللي شايف ان الشكل فعلا مختلف، ان ساره السنه دي غير السنه اللي فاتت، ليلى السنه دي غير السنه اللي فاتت، الاء، روان، كل الفرقه صحيح. كله السنه دي غير السنه اللي فاتت وكل السنه دي غير السنين اللي فاتت كلها. فده التطور ده كان واضح عموما على كل الفرقه، مش على عناصر فرديه عموما. صحيح وكلامك صح. ويمكن برضو روان يعني انت السنه دي برضو كانت سنه طويله عليكم وسنه صعبه، وزي ما قالت ساره انت دخلتوا فكر مختلف ان انتوا عايزين ترجعوا حقكم تاني وتخلوا حقكم المكتسب دوري وكاس يرجع، بس في النص جه تجمع المنتخب زائد الاصابات. يعني نصر اتصابت مرتين، يعني كابتن الفريق وجوكر الفريق اتصابت مرتين، وقابلكم في النص اصابات كتيره، يعني بداتوا متاخر تتجمعوا. يعني تعليق على الكلام ده كله، انتوا كلاعيبه او حتى لعيبه منتخب فكرتوا ازاي؟ هو في الاول منتخب اتجمع في اول السيزون خالص، ده بعدنا كلنا عن بعض برضو زي ما ساره قالت، الاصابات في الاول كانت بعدنا جدا، بعد ما احنا ما كناش متوقعين المنتخب بيعمل نتيجه كويسه كده. احنا كنا رايحين استعداد اول بقالنا كتير ما اتجمعناش، كانت بطوله صعبه جدا. كنا واثقين فيهم، المجموعه اللي راحت كنا واثقين ان هم يعملوا حاجه وشرفونا وعملوا حاجه كبيره. بعد ما رجعوا يعني بحماسهم ادوهولنا كمان احنا في التمرين ان احنا نجمع نفسنا ونتمرن وطبعا نرجع الدوري والكاس مكانه الطبيعي. فكان كلنا عامه كان عندنا حماس، اللي كان في المنتخب مدينا وكان جاهز، واحنا كنا بنجهز نفسنا ان احنا كلنا نبقى في نفس المستوى. طيب هنتكلم عن بعد العوده من المنتخب من السنغال في شهر نوفمبر اللي فات، بدانا نتجمع. انتوا قبل كده حتى كنتوا بتتجمعوا يومين في الاسبوع بالزبط. المنتخب بيتجمع اربع خمس ايام، بتيجوا تتمرنوا تمرينه واحده قبل المباريات اللي كانت بتبقى جمعه وسبت، انا فاكر كويس كنتوا تتمرنوا خميس بس وتلعبوا مباريات جمعه وسبت. بعد ما رجعتوا من المنتخب وحصل التوقف، المنتخب اتجمع مره واحده عشان يلعب انجولا ماتشين على ما اتذكر. شايفه تجربه المنتخب بفادتك في النادي؟ يعني تجربه المنتخب فادتك ان انت لعبتي قدام اصحاب البشره السمراء، القوه، الامتحانات، شايفه ده فادك؟ طبعا فادنا، ولان افريقيا عامه انجولا الفرق القويه دي بتبقى مدينا حافز، لان هو مش موجود في الدوري المصري، هو بالنسبه لنا بيبقى في فرق كبير قوي، فده بيخلينا الناس جاهزه اكتر عن الدوري. بيبقى بالنسبه لنا الدوري حاجه في يعني اسهل كتير، اسهل بكتير. طب روان هسالك سؤال، يعني انت شايفه ان احنا على مستوى المنتخب قادرين نكسب انجولا؟ يعني انا بسال السؤال ده ليه؟ لان احنا بدانا والاتحاد بدا، كان عندنا مشكله قبل كده في منتخب السيدات ما كانش بيتجمع، ساره بتاكد كلامي. دلوقتي المنتخب بيتجمع وفي اصرار، تحس ان الاتحاد عايز المنتخب يبقى دايما موجود. شايفه ان احنا نقدر نضرب الفرق الانجولا والمنتخبات الانجوليه؟ طبعا نقدر بتدعيمات كتيره، احنا عندنا عناصر كتيره قوي في مصر كويسه، من الصغيرين والكبار لما بيتجمعوا كلهم في منتخب واحد بيبقى شكلنا كويس جدا. حتى المحترفات بره يعني بالظبط. لو استعانا بالمحترفات طبعا اكيد هيفرقوا معانا. بس الاتحاد مش عايز كده، الاتحاد عايز يبني جيل، هو يعني انا بقى باخد بالي عايز يبني جيل جديد، ودي فكره محترمه.
بس انتوا اثبتوا ان انتوا قدها. احنا قدها بالظبط. وكمان احنا لما انسجمنا كلنا مع بعض من الصغيرين للكبار عملنا نتيجه كويسه. اول ماتش انجولا خسرنا فرق واحد. فكان الموضوع قريب مع الاستمراريه اكيد اكيد ممكن نكسبهم. مش ممكن ده اكيد. انا بقول لك انا مؤمن ده جدا لان ان شاء الله لكل مجتهد نصيب. انتوا ناقصكم حاجه واحده بس ويمكن ساره تاكد كلامي. انتوا ناقصكم الاحتكاك بس بالظبط وتشوفوا اللاعبات دول كتير. بالزبط. طيب خلينا نروح لليلى. ليلى يمكن انت من اللاعبات اللي انا متابعها بشكل يعني خاص لان انا بيعجبني لعبك بصراحه. وانا حسيت ان في تطور في ادائك. تطور في ادائك بشكل يعني ما شاء الله مرعب. يعني ما شاء الله البروجريس في ادائك بشكل كويس جدا. انت حاسه بالكلام ده؟ يعني انت يعني حاسه ان الناس بصالك ان انت ادائك بيتطور ولا انت شايفه ان هو ده عادي انا مستواي ما زادش ولا حاجه يا جماعه هو ده طريقه لعبي؟ طبعا بشكر حضرتك على كلامك ده. وهو الحمد لله طبعا يعني زي ما سرقت الكلمه الاولى والاخيره طبعا للجمهور هو اللي بيقدر يقيم اللعيب ده كويس ولا لا. بس انا شايفه الحمد لله يعني بمساعده الجهاز بمساعده الفريق بمساعده كابتن الفرقه نصر طبعا حسن مستواي الحمد لله اتحسن. بس يعني لسه طبعا عندي احسن كتير قوي. يعني ما ينفعش اقول ان انا دي اقصى حاجه وصلت لها. لا لسه طبعا الموسم الجديد برده عايزين نحافظ على البطولات اللي احنا خدناها. انت اتخرجتي ولا لسه؟ لا لسه اخر سمستر. انت ما شاء الله يعني حتى الكلام من الميديا خدت بالك يعني ما شاء الله الكلام اتطور يعني ما شاء الله. والله جدا يعني لا اجابتك نموذجيه وبشكر زمايلي والجمهور اللي يحكم. لا برافو شافوا يعني ما بتروحش الجامعه لا بتروحش على فكره لو راحت مش هترد كده. لا ما شاء الله عليك يعني حتى الردود يعني بدات يعني حته التعامل مع الاعلام والميديا والردود لا ده حاجه كويسه. طيب هنتكلم على الماتشات بتاعت البطوله. اصعب ماتش من وجهه نظر لعبتي ايه؟ خاصه انت لعيب الدايره يعني الدايره يعني الضرب كله فيك. معلش انا اسف انا بتكلم بكل لغه الهاند بول كله بيضرب فيك اللي رايح جاي بيزقك من على الدايره. هو في ماتشات افريقيا في الدفاع وفي الهجوم بتضرب يعني في الاثنين. ما ايوه ما هو يعني أيوة. انا عايز اعرف اصعب ماتشات لعبتيها في البطوله دي. كان اصعب ماتش كان ماتش بيترو خصوصا ان الماتش كان قريب مش بعيد. وطبعا دي فرقه قويه جدا بطل السوبر وبطل افريقيا كاس الكؤوس فبجد يعني هو اصعب فرقه. وكمان اللي خلاها اصعب ان الماتش كان قريب جدا كنا ممكن نكسب طبعا لولا يعني سوء توفيق مننا او سوء حظ وطبعا شويه قرارات تحكيميه كده ما كانتش احسن حاجه. الناس اشتكت جدا من ايوه طبعا يعني ماتشين انجولا بصراحه. انت عارف يعني ايه يجيبوا فيهم 30 جول؟ عارفه يعني النادي الاهلي يجيب في بيترو 30 جون؟ هم جابوا 38 ماشي انا فاكر ماتش كويس 30 جون يعني احنا وصلنا حطينا 30 هدف في بطل عالم. يعني اول مره اشوف يعني مدرب منتخب انجولا بياخد تايم اوت وبيزعق في اللعيبه لما سكور وصل 2. بس كان منفعل جدا يعني ما شفناش الموقف ده قبل كده خالص ودي حاجه تحتسب لنا. يعني ده بدايه المكسب. ده بدايه تحقيق الهدف. يعني ايه يعني ان زي ما ليلى بتتكلم كده انتوا مصدقين نقدر نكسب انجولا؟ ايوه يا فرقه بيترو فرقه اول اغسطس دول منتخب انجولا يعني دول اصلا منتخب انجولا الطلب تايم اوت. ومعلش خليني اكلمك بكل امانه يا ليلى كان معاكم اتنين اجانب هي اللي كانت فرقه معانا السنغاليه بامانه لانها بتضرب معاها وتخش معانا فيهم ده. بس الاتنين اجانب التانيين عادي يعني انا شايفهم كويسين طبعا وليهم اضافه وكل حاجه في بطوله قويه زي دي. بس احنا نقدر يعني نعمل يعني احنا مستوانا قريب جدا فان شاء الله اللي جاي احسن. طيب اللي جاي نفسك في ايه؟ بتفكري في ايه؟ طموحاتك ايه؟ نفسي ناخد افريقيا ان شاء الله. يعني طبعا الدوري والكاس كده ما فيش اوبشن. ده حقنا طبعا ده حقنا دي بطولاتنا كل سنه ان شاء الله يعني شاء الله. ان احنا ناخد ان شاء الله افريقيا السنه الجايه. طيب شايف عشان ناخد افريقيا ناقصنا ايه؟ انا عايز اسمع وجهه نظرك. ناقصنا زي ما حضرتك قلت احتكاك واللي فرق في الماتش ده الخبره بتاعتهم بس. لكن غير كده احنا عندنا عناصر كويسه جدا على مستوى المراكز كلها فاللي فارق معانا بس هو الاحتكاك. طيب يعني هل السته بتوع منتخب مصر اللي كانوا عندنا احنا سته صح كنا مشاركين في السنغال هل السته دول ممكن اصل الخبرات مع النادي مش كافيه بس خلينا نتكلم بكل امان الخبرات مع النادي مش كافيه لازم تاخد خبرات مع المنتخب. شايفه وجود السته بتوعنا وقد يكون زياده يعني نصر كانت مصابه في المنتخب ما راحتش وصلنا 10 في المنتخب بالظبط وكان في حارس مرمى كمان اتصاب قبل البطوله بالنادي الاهلي مش فاكر كان مين امنيه برافو عليك انا اسف امنيه اتصابت وكانت المفروض تبقى يعني كان المفروض نبقى 8 اكشوالي جوه الفريق. لما تشوف العدد ده كله جوه المنتخب هو اللي ممكن يجي لنا الاحتكاك اكتر من النادي اللي انا بقوله ده صح؟ طبعا يعني المنتخب ممكن بيطلع بطولات وديه فدي حاجه بتفرق طبعا بتصب في مصلحه النادي ان لعيبتك تحتك بره فلما تطلع افريقيا خلاص مش هيبقى فيه يعني انت كسرت خلاص رهبه الخوف ان انت تقابل الناس دي وغير كده خلاص انت اكتسبت احتكاك والخبره فخلاص مش هيبقى ناقص حاجه خالص غير انك تحقق المكسب بس. اذا المنتخب بيكمل بعضه مع النادي الاء صح يعني اللعب مع المنتخب طبعاً. واللعب مع النادي طبعا اكيد. طيب انتوا تابعتوا اكيد طبعا بطوله الولاد يعني وشفت المستويات هي مصر طبعا التوب في كل حاجه. شايفه اللي يعني احنا عشان نحقق الانجاز يعني ثلاث فرق مصريه هي اللي واخده الثلاث زمالك اهلي سبورتنج سوبر اهلي. شايفه عشان نوصل احنا
نبقى كده في مصر كره يد سيدات. ناقصنا ايه؟ تتفق مع زمايلك في الحاجات اللي قالوها ولا ممكن حاجه زياده؟ لا هو احتكاك الموضوع بس. احتكاك مش اكتر. بس اما احنا لا احنا مستوانا كويس جدا ان احنا ننافس وناخد البطوله كمان. طب على مستوى حراسه المرمى على مستوى الاجنحه شايف ان مفيش فرق بقى مستوى الدايره الخط الخلفي؟ لا خالص مفيش فرق خالص، بالعكس احنا مستوانا كويس جدا ان احنا ننافس وان احنا نجيب بطولات. فلا احنا مستوانا كويس جدا ونقدر نوصل اللي احنا عايزينه كمان. طب انا سالت ليلى اصعب ماتش في البطوله، طب من وجهه نظرك اصعب ماتش في الدوري؟ اصعب ماتش في الدوري ممكن ماتش الشمس اللي كان فين؟ اللي خلي بالك احنا جينا تعادلنا ماتش في الاخر فده ازم الدنيا. لا هقول لحضرتك ممكن ماتش الزمالك اللي هو كان اول ماتش في مجمعات الدوري اتعادلنا صح؟ اللي اتعادلنا ده اللي كهرب الدنيا، ده ممكن كان اول ماتش كهرب الدنيا وكهربنا احنا وكهرب الناس في الاستاديو. هو ما كهربش الدنيا عشان حاجه يعني، هو ما كانش صعب، هو احنا اللي نزلنا شويه بالزبط. عندنا ثقه زايده شويه في نفسنا ان احنا الماتش ده احنا هنعرف نجيبه في اي وقت. يعني احنا في الفرق ده احنا احنا كفرقه نازلين كلنا بمنتاليتي ان احنا عادي الفرق اتنين، احنا لو عايزينه يبقى 10 دلوقتي هنخليه 10. ردي بقى، لا بقى ردي انا مش ده كان غلط يعني. كابتن زولا كان ليه رد كبير على الموضوع. كابتن زولا كان ليه رد فعل جامد جدا. انا مش هرد، انا مش هرد، ردي انا. لا هي كده كده طبعا ده حق، احنا اللي كنا نازلين يعني اللي هو عايزين نكسب وكل حاجه، بس ما كناش قوي حاطين يعني، كنا حاطين ماتش في دماغنا برده، بس لما نزلنا كنا هادين شويه فاكرين ان احنا هنجيب الماتش في ايوه. بعدين بوظنا الدنيا وكرهنا مصر كلها. الماتشين اللي بعد كده عملنا الماتشين اللي بعدهم كانوا حياه او موت بالنسبه لنا كلنا. اول ماتش كان بعديه الشمس باين؟ كان اللي بعديه الشمس. الشمس وبعدين سبورت. الشمس كان وراه فاكراه؟ فاكره اول 10 دقائق جحيم اللي كانوا فيه؟ لا احنا نزلنا الماتش ده مركزين كويس جدا عشان ما كانش فيه بالنسبه لنا اوبشن ان الدوري يضيع مننا، كنا كده كده لازم نكسب النهارده ولازم نكسب بكره، حتى لو كان ممكن نتعادل بعد يعني ماتش سبورتنج، بس احنا ما كناش عايزين كده خالص، بالعكس كنا عايزين نقفلها بشكل كويس، كنا عايزين نكسب الفرق لان بالنسبه لنا كان اللي هو لا احنا لازم ناخد الدوري وده حقنا زي ما ساره قالت بالظبط. انت لسه بتدرسي؟ لسه. عملت ايه مع الجامعه والموسم الطويل ده؟ بابا ماما عملوا معاك ايه؟ لا هو بص هم استحملوني كتير بصراحه. استحملوا لك كتير ولا زعقوا لك كتير؟ لا لا والله العظيم. عشان تذاكري. لا على فكره احنا اهالينا مش بيزعقوا لنا عشان خالص، ما دام انت بتلعبي وماشيه في النادي وكل حاجه تمام جو اون. انا حي ابا وام احييهم جدا. مقدرين جدا حته الهاندبول ومع الكليه خصوصا حقوق، لا الموضوع يعني مقدرينه جدا. حاجه ثانيه الراجل عارف مصلحته. بالظبط يعني بنبقى عارفين امتى احنا رايحين في داهيه وامتى احنا لازم نذاكر دلوقتي. لا بس مفيش داهيه، في داهيه احلى من كده، ده احنا لا بطل دوري وبطل كاس، دي احسن حاجه دلوقتي اللي احنا فيها. وان شاء الله ليلى وعدتنا وانت وعدتينا بس افريقيا السنه الجايه صح ولا لا؟ طبعا ان شاء الله يعني ان شاء الله احنا في تطور. لا طب والدوري وكاس السنه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله حقنا حقنا. شكرا جزيلا ونورتينا وشرفتيني. طبعا الوقت بيعدي بسرعه بس طبعا كل النجمات يكونوا معانا والبطلات. بشكرك يا لان نورتيني وشرفتيني. بشكر حضرتك طبعا ليلى نورتيني وشرفتيني ونزيد التوفيق. باشمهندسه ساره طبعا نورتيني وشرفتيني. انا بقول لك باشمهندسه وكابتن بقى عشان ايه براحتك. نورتيني وشرفتيني طبعا روان نورتيني وشرفتيني وكل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومكملين النهارده حلقتنا مع ابطال وبطلات كرة اليد، موسم تاريخي من 30 سنة، الدوري والكأس وثلاث أفريقيا، مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. أو نقول نصه يعني نمشيها كده. فأكيد مدرب حراس المرمى ليه دور كبير جدا في المنظومة وإعداد اللاعبات ولحراس المرمى بشكل فني وشكل نفسي للمباريات. طبعا كان لازم يكون معانا كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى واللي كان ليه دور كبير في تأهيل وتجهيز حراسه المرمى. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ياسر. اهلا بيك وجود جوب يا كابتن والله. الله يخليك. ما شاء الله يعني شغل كبير وواضح. الحمد لله. وحتى يعني التألق في حراسه المرمى ده كان واضح للكل. الحمد لله. نورنا يا كابتن. وجودك يا كابتن الله يخليك. اكيد كمان بنرحب بنجمه الفريق طبعا امنيه هشام واللي كان ليها دور كبير ايضا في الثلاثيه السنه دي. اهلا بيك يا امنيه منورانا. اهلا بحضرتك. امنيه خالد. امنيه خالد انا اسف معلش. هو طبعا يعني الاسامي بتتكرر بس يعني السنه دي كان حاجه كويسه وانجاز كويس أكيد. واكيد احنا بنشكرك على هذا الانجاز. طبعا بنرحب بغاده حسام نجمه الفريق طبعا واحد طبعا مش في يعني في كره اليد لا في النادي كله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. اكيد كمان بنرحب بمنه الله سيد. مظبوط كده؟ مظبوط. اهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك. كابتن خالد كلمني السنه دي عن الاستعداد لحراسه المرمى، بدات ازاي؟ بدات بكام حارس مرمى؟ اختيارهم كان ازاي؟ يعني كلمني على الشوط حراسه المرمى. احنا توفقنا الحمد لله وبدانا الموسم بتاعنا كان معانا 5 حراس وكانت المنافسه شديده جدا لان احنا كنا واقعين في اختيار ان احنا نختار 3
من اصل خمسه. كان معاك خمسه، كنت بادئ بخمسه. اه وال كان مين يا كابتن كنت بادئ بمين؟ كان معايا طبعا امنيه، ومعايا منى، ومعايا غاده، ومعايا ايه الحوش، ومعايا ياسمين شمس. الخمس تجوان لعبوا منتخب. الخمسه كان فيهم حد منهم متصعد ولا كلهم لا لا درجه اولى؟ كلهم درجه اولى. تمام اتفضل. الخمسه لعبوا منتخب، وكان بيحكمنا ان احنا ناخد عامل الشباب وعامل الخبره، فتوفقنا ان احنا نختار من الخمسه الاحسن ثلاثه كانوا معانا الحمد لله. ما شاء الله كانوا كويسين. غاده طبعا على راسهم متمثله في الخبره كلها، وامنيه طبعا تيجي بعديها، وخدنا عنصر الشباب منا احسن حارس مرمى في بطوله الشباب، في بطوله العالم احسن حارس في بطوله الشباب. صحيح. لعبت معايا منتخب افريقيا 2019 وكان لازم تبقى موجوده معانا. فالحمد لله ان احنا قدرنا نختار احسن ثلاثه كانوا موجودين. ده برضك ما يهدرش حق الاثنين اللي هم طلعوا من عشان كده انا كنت حريص ان احنا حتى نقول مين هم. دي حاجه كويسه فعلا. ابدا من امكانياتها. هي ياسمين طلعت اعاره، وبحيث ان هي تبقى بجلها في الملعب اكتر من كده شويه. بالظبط. اه تمام. وفي احتمالات برضك يعني ترجع ما طبعا هو زي ما بيعمل كده على حسب راي المدير الفني طبعا الدنيا تبقى فيها ايه. طيب نقيم التجربه بعد مرور موسم. تدي التجربه بتاعتك كام من 10 يا كابتن؟ التجربه مش تجربه الاختيار طبعا، الاختيار 10 على 10 طبعا، ولكن انا بتكلم على تجربه التوفيق او تجربه الـ التاثير كحراسه مرمى مع الفريق. هو الحمد لله طبعا احنا من اول ما دخلنا في اجواء الاعداد وكده واحنا بنتكلم ان احنا بنجهز لحاجه كبيره. نعم. مش الدوري او الكاس، لا احنا رايحين لافريقيا، وده حتى كان كلامي معاهم من البدايه، احنا عايزين نشتغل شغل تجهيزي للبطوله اللي احنا رايحينها. برافو. وعلى مدار الوقت كنا شغالين على كده، وكان اهم حاجه الاعداد النفسي. ليه يا كابتن؟ الجون اكتر مركز بيتاثر بالحاله النفسيه بتاعت الدفاع والهجوم، ويبقى عليه ضغط عصبي غير عادي. عايز يلم كل الغلطات اللي بتقع فيها الفرقه هو اللي شايلها. يعني ممكن يبقى الدفاع يعني مش قايم بدوره وبيخش جون فيه، فبيتكلموا على الجون ما بيتكلموش على خط الدفاع اللي وصل اللاعب على الدايره. هو عفوا طبعا الناس ما بتشوفش غلطه المدافعين. انا بقول لك على قد ما في غلطه لجوان ما احنا عارفين الكلام ده صحيح للاسف. فنفسيا كنت عايزهم يبقوا صلبين يقدروا يتحملوا هذه الدور. كان مهم جدا ان احنا نتعامل معاهم ونتكلم معاهم كتير في الحتت دي، مهمه جدا. ودايما على مدار الماتش كان في دايما بنحفزهم وبنديهم توجيهات في الاتجاه ده دايما. سعيد يا كابتن بالموسم؟ طبعا اسعد موسم بالنسبه لي. فعلا. حققنا فيه ثلاث بطولات طبعا. رغم هم صعبين يعني مش واخدين بطولات بفرق، لا ده احنا يعني كافحنا. كافحنا كتير. كافحنا. واتحطينا في مواقف وضغوط جامده الصراحه. أمنية جيلك يمكن موسم زي ما قال الكابتن صعب وكان فيه ضغوط، وانت كمان يعني وجود ثلاث حراس يعني ما شاء الله الله اكبر، ثلاثه كلهم اسامي فده عمل نوع من انواع المنافسه. اكيد طبعا. منافسه مشروعه. طبعا. شايفه الموسم ازاي؟ شايفه انتوا الثلاثه عملتوا ايه الموسم؟ ازاي كان بينكم ترابط؟ ازاي كنتوا بتشجعوا بعض؟ احنا دايما بنقول احنا الثلاثه ان اكتر مركز بجد بنحب بعض وما فيهوش مشاكل هو الاجوان. احنا فعلا بنفرح لبعض من قلبنا، وفعلا يعني يعني احنا كاننا ايد واحده كده بجد بجد فعلا. فعلا اي حد بيلعب بنبقى التاني مبسوط له. طبعا في تشالنج، وتشالنج كبير يعني طبعا. طول الوقت بتبقى محتاج تتمرن وتطور من نفسك وتثبت في نفسك. وفي الاخر الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نطلع احنا التلاته بصوره كويسه يعني. طيب احسن موسم انت على المستوى الشخصي، مش موسم، احسن مباراه اي لاعب او اي حارس مرمى بيبقى في مباراه بيعملها في الموسم بيفضل فاكرها، كان متوفى اللي هو لو اتحرك اي حاجه بيصد، عارفه انت الشعور ده. مباراه ايه؟ ممكن ما اقول كان في ماتش طيران كده كنت موفق. الثاني الاولاني احنا خسرنا. لا الثاني فرقنا فرق كبير كمان. خسرنا فرق لا كبير. لا يعني حسيت بفرق ساعتها يعني. حاسه ان انا كنت كويس. طيب ده على مستوى الدوري. في افريقيا مثلا كان في مباراه مثلا يعني فاكراها مباراه مهمه، مش لازم انت بس، ممكن يبقى حراسه المرمى كان ليها دور كبير فيه. يعني ممكن اقول ان يعني فعلا اكتر يعني انا ممكن يكون مشاركتي في افريقيا ما كانتش كبيره قوي. بس في ماتش لعبته المغرب كنت لعبته واديت اداء كويس. الحمد لله. وفي ماتش تونس منا ما شاء الله كانت متالقه فيه. انا شفت ماتش تونس يعني فعلا فخوره بيها والله بجد.
وماتش انجولا برده عملت ماتش كويس قوي، وغاده برده عملت اخر ماتش كان كويس قوي. بس برافو الروح اللي ما بينكم دي على فكره حلوه جدا. ودايما تلاقي الروح ما بين حراس المرمى حلوه، يعني حتى الفريق الاول رجال هتلاقي حميد وطه، هتلاقي كان الطيار قبل ما يمشي، هتلاقي كانت الروح ما بينهم ما كانش يفرق مين اللي يلعب. يعني فعلا والله بجد احساسي، انا بحس ان غاده اختي الكبيره ومن اختي صغيره، يعني بجد ده احساسي والله. مش اكيد يعني شايفين الكلام ده. وبعد كده ننزل الملعب نقطع بعض. هو ده هي دي المنافسه شريفه عامه. طب خلينا نتكلم على بقى كفرقه، يعني كباتن كانوا قبل الفاصل اللي معايا اجمعوا ان مباراه الزمالك اللي تعادلنا فيها دي كانت مفاجاه وكانت شوك جامد جدا. انت مجتمع معاها في الكلام جدا صعب. يعني كانت ثقه زياده زي ما هم قالوا، يعني احنا يمكن كانت ثقه زياده، احنا ما كناش محضرين للماتش كويس، فنزلنا الماتش يعني اكن في حاجه شوك كده، احنا مش عارفين نعمل حاجه. هل كنتوا بتفكروا للشمس وسبورتنج ولا كان يمكن ما كناش محضرين للماتش كويس. علشان الماتش كان اصلا اتفرج عليها يحس بحاجه غريبه، احنا اكننا مش موجودين، اكننا مش عارفين نلعب. بقرا على الاخبار لا الماتش كان يعني كان غريب، يعني ادائنا فيه كان غريب، فهو كان العمل النفسي هنا كان فارق، يعني احنا ما كناش محضرين الماتش كويس خالص. بس الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله عدت على خير بعد كده، ما فكرتش في اللي بعده. وبعديها الحمد لله عملنا ماتشين كويسين. طب خلينا يمكن غدا التذبذب ده نتيجه الخبرات، يمكن انت ما شاء الله عندك خبرات جيده، لعبت بطولات كتيره، فعندك شويه يعني خبرات اكتر منهم. خلينا اعترف، شايفه حاجه زي كده بتبقى نتيجه خبرات ولا نتيجه استعداد للمباراه، ان انت ممكن تبقى مباراه نازلها وضامنها 100% تلاقي نفسك اتعادلت زي مباراه الزمالك؟ هي طبعا بتبقى هو استعداد اكتر حاجه، ان احنا فعلا زي ما نقول ايه، احنا ما كناش مستعدين استعداد اللي بنستعد لكل مباراه. احنا كنا كسبانين الزمالك فرق 13 في اول الموسم، كسبنا رايح جاي تقريبا، رايح جاي، ولعبناهم كمان عبد الرحمن فوزي كسبنا فرق 13، وفي الزمالك باين كسبنا فرق 2 او 5، وبعد كده لعبناهم تاني كسبناهم، فاحنا خلاص يعني عندنا اللي احنا في اي وقت احنا نكسب، مع احساس ان احنا الماتش بيبقى سهل، هم مش بيبقوا عارفين هنلعب عليهم ازاي وهنسحب امتى وهنشد امتى، فالماتش كعبل مننا فجأة. طب غدا احلى ماتش لعبتيه السنه دي في الدوري في الدوري؟ الدوري كان بالنسبه لي كان ماتش أهم يعني بالنسبه لي كان اكتر ماتش الشمس في الشمس الدوري الثاني اللي احنا كسبناه فرق هدف باين، كسبناه الفرق 2 2 بس ده كان بالنسبه لي اكتر ماتش. طب افريقيا كان ماتش انجولا وماتش انجولا انجولا الثاني، لا مش قبل النهائي، ماتش اول اغسطس اللي كان في المجموعات وماتش اللي هو بتاع اوتو اللي هو الثالث والرابع اللي كنا دول احلى ماتشين لعبتهم في افريقيا. طيب المنتخب، منتخب مع الدرجه الاولى في 2012 كان قبل ما التوقف، كان برضو بالنسبه لي كان ماتش انجولا. انت ما لعبتيش معاهم السنغال؟ لا. طيب شايفه فرقتنا اللي جاي ايه؟ يعني انت على مستوى بقى بعين الـ يعني بعين حد قديم في الفرقه لعب مواسم كتير، شايفانا السنه الجايه ان شاء الله على نفس المستوى ولا محتاجين تدعيمات ولا محتاجين شغل؟ يعني بحكم كده يعني لا، هو احنا الحمد لله احنا النهار يعني السنه دي احنا حطينا اول خطوه في طريق الدوري او المحلي، وبالنسبه لافريقيا شايفه ان احنا مع استمراريه في افريقيا هنحقق وهنبقى في فاينلز. شايفه ان احنا يعني اكيد في تدعيمات دي هتبقى ترجع للجهاز الفني طبعا بالنسبه لاي مركز هو هيبقى حاسس فيه، واكيد لازم نشتغل ولازم نطور من نفسنا عشان نواكب يعني انجولا بالظبط كده. طب غدا خلينا اتكلم عن دعم كابتن محمود الخطيب، يمكن انا اتعمدت اسالك انت لانه انت برضو يعني حضرتي يعني وشفتي في النادي الاهلي كتير يعني، ولعبتي وتالقتي وبطلتي ورجعتي، يعني ليكي تاريخ مع النادي الاهلي جيد وكفاح. كابتن محمود الخطيب الحقيقه داعم بشكل غير مسبوق للالعاب الاخرى رجال وسيدات، ومش بس داعم بالصفقات وبالعقود وغيره وغيره، كمان داعم معنويا. بتلاقيه في الماتشات اول واحد، بتلاقيه في التدريبات قاعد وبيتفرج عليكم، يعني طبعا اكيد من وراه اكيد جاي المجلس كله على راسهم طبعا معالي الوزير العام فاروق اللي ما بيفوتش ماتش، كسبانين خسرانين هو موجود ومع فرقته. شايفه الدعم ده، شايفه الدعم ده احنا محظوظين بيه ولا شايفه ايه؟ يعني الدعم ده يمثل لكم ايه كفرقه؟ لا يعني الدعم ده اثر علينا احنا كفرقه بحاجات كتير، اثر علينا ان احنا عندنا حافز اكتر، عندنا دافع ان احنا يعني الناس دي واثقه فينا، فاحنا لازم نبقى قد المسؤوليه.
الناس دي ما جات لناش من فراغ. يعني كابتن محمود طبعا هو زي ما حضرتك قلت قدم لنا بعقود جديده بعد قرار الاتحاد بالعقود بالظبط. هو كان كل الانديه قالت لك لا والنادي الاهلي قال لك انا هعمل عقود بالظبط. وكمان المبالغ بعيدا خالص عن المبالغ اللي بره عقود بالنسبه بالظبط. الناس لما قلنا مثلا ان في ناس شابات كويسين محتاجينهم كابتن جابهم محترفين دعمنا في بطوله افريقيا سعيده اللي جت التونسيه في اول الموسم تم استبدالها باللعيبه السنغاليه بالظبط. فحتى في بطوله افريقيا جابوا لنا اثنين محترفين من الناس الكويسين. فهو بصراحه بيدعمنا في كل حاجه ماديا معنويا. جاب بالنا بعد ماتش الكاس بعد بطوله الكاس وقعد معانا وقال لنا ان احنا خلاص الفرحه بتاعت ماتشات الكاس ننسبها على جنب. قال لكم كده؟ قال لنا ننسبها بقى على جنب واللي احنا عندنا حاجه اهم الدوري لسه علينا ثلاث ماتشات ونركز. وحتى ماتش الزمالك هو قال لنا لازم تبقوا مركزين فيه. هو كان اكتر واحد شايف ان احنا لسه عندنا الفرحه ونايمين فيها بصراحه. هتصدقيني لو قلت لك ان كابتن محمود الخطيب دايما يعني بيفكر بفكر جمهور النادي الاهلي متعطش دايما البطولات. يعني اي بطوله تكسبها هيقول لك مبروك افرح يوم يوم ويكتر عليك والله العظيم لان كابتن محمود الخطيب عارف يعني جمهور النادي الاهلي. طيب انتوا عارفين الانديه الثانيه فعلا بتحسدنا على ده؟ عارفه كده؟ يعني حتى اللعيبه اللي معاهم في المنتخب او اللعيبه اللي احنا اصحابنا انتوا بجد محظوظين. بيبقى اي حد نفسه يجي للنادي الاهلي يعني هي بجد قلعه فعلا لازم اي حد بيبقى نفسه يخلص فيها ويبدا فيها ويعمل كل حاجه فيها يعني. نعم. طيب من جيلك يعني يمكن برضو كلام غاده الحقيقه لما حاجات كتيره يعني انا طبعا كنت اقصد اسالها لها لانه هي اضرب امور كتيره جدا يمكن بوجهه نظرها. ولكن الموسم بالنسبه لك انت ابتديتي طبعا انت لعيبه صغيره وكنا قعدنا مع بعض وانت راجعه من بطوله العالم وكنت ليكي طموحات. شايف حققت اللي انت عايزاه من السنه دي؟ الحمد لله السيزون السنه دي كان من احسن المواسم اللي اديت فيها والفرق اديت فيها. يعني الحمد لله كان موسم مشرف بصراحه بالنسبه لي. يعني انت لا بالنسبه لي وبالنسبه لي انت راضيه عن اللي حققتيه وشايفه انه الحمد لله دخلت الموسم بشكل وخلصته بشكل تاني؟ الحمد لله الموسم بالنسبه لي كان احسن موسم الموسم بتاعتي برضو. احلى ماتش عملت ايه في الدوري والكاس؟ ماتش سبورتنج كان في الدور الثاني. الدور الثاني عندهم كسبنا ده. ده كسبناه كسبناه كمان بفرق مستريح الحمد لله. الفرقه كانت فايقه في الماتش ده. ده ماتش من الماتشات اللي بصراحه لعبتها حلو. صح يا كابتن مش كده؟ فاكروا انت الماتش ده؟ طبعا. طيب وافريقيا تونس طبعا ماتش تونس خاصه الماتش كان بيروح ويجي يعني انتوا كنتوا طلعتوا في الاول شويه وبعد كده قربوا وبعد كده طلعتوا تاني فانت كان ليكي دور كبير. واجادت طيب. كمان في السيمي فاينل. السيمي فاينل كان نسبه التصدي عندها زياده عن 60%. ما شاء الله. مع انجولا ها؟ ما شاء الله. بس طب هسالك سؤال بقى معلش. هسال سؤال بقى يعني شوطه لعيبات انجولا زي ما احنا بنشوفها في التلفزيون كده مرزبه يعني انا والله كنت بشفق عليك بس قولي لي شعوري ده كان صح مرزبه؟ بالظبط. هي الكوره سريعه جدا بتحتاج انك تكون مركز قوي ان الكوره تتشوط في اي وقت مش شوطه عاديه يعني انا جايه شوط لا هي شوطه بتتشوط في لقطه. طب بالله عليك انت ما خفتيش؟ بص طب مش خوف على قد ما هي مسؤوليه يعني ان انت واقف فرقتك واثقه فيك انك هتشيل الكوره دي حتى ولو هي الكوره جلت منهم. يعني الكوره بتبقى رايحه صاروخ. انا بجد بقول يعني اعتبر ان انت بتلعبي مع فرقه رجال فعلا بصراحه. صح بتاعتهم جامده. صح انا بتكلم صح يعني الكوره رايحه طلقه رجال طلقه وتصدها برضه تاخد صدمه تاخد صدمه او تيجي في ايدك توجعك الكلام بعد ما تحيصي شويه كده والكاميرا تروح بعيد تروح ماسكه ايدك وتقعد تعيط. طب خلينا نتكلم عن يعني انجولا كلاعيبه انت بتبقي اخر واحد في الملعب والجول كيبر هو يعني خلينا نقول مايسترو هو شايف الفرقه بتتحرك دفاع وهجوم وشايف الملعب من زاويه ما حدش بيشوفها غيره بالظبط وطول الوقت هو قاعد بيوجه خط دفاعه. تمام. شايفه ان احنا نقدر اصل انا عندي يعني في دماغي كده عايز اكسب انجولا انا مش عارف بيتصرفوا بصراحه احنا انا متضايق قوي بالذات ماتش انجولا الثاني احنا الماتش على طول قريب يعني الماتش ما بعيدش خالص عمره ما عالي عن فرق اربعه. صحيح. نزل لنا فرق اثنين الماتش يعني كان قريب كان في عدم توفيق شويه وقله خبرات برضه اكيد قله خبرات اول مشاركه من اربع سنين من 2018 فهم على طول في افريقيا موجودين على طول فعارفين ازاي الماتش ينتهي انما احنا كنا قريبين منهم مش بعيد يعني مش اللي هو الفرق الشاسع اللي انت ما تقدرش انك تنافس معاهم لا انت في اول مشاركه ليك كنت قريب منهم ممكن تخطف منهم في اي وقت فالمشاركات اللي بعد كده لا فيها يعني فيها احنا قريبين منها. بتفكري لو جات لك فرصه دراسه بره جامعه بره اي حاجه يعني تفكري تسافري ولا لا؟
دراسة؟ لو دراسة لا افرح. تعجبيني الصراحة واضحة لا بس على حسب يعني دراسة برة لو فيها خلي بالك بعد مشاركة المنتخب هتطلبه. انا بقول لكم بعد مشاركة المنتخب بشكل دوري هتبتدي اللاعبات المصريات زي اللعيبة الرجال هيطلبوا. بالظبط هي اهم حاجه عندي ان مع الدراسه تبقى في نادي كويس يعني مش انا اروح عشان الدراسه والفرقه اللي انا هلعب فيها هتبقى صراحه طب بعد ما نخلص دراسه الا الله ستر الحليب نخلص دراسه وبعد كده نطلع لا ان شاء الله ربنا يكتب لكم كل التوفيق. حراسه المرمى ليها دور كبير انا كنت سعيد بيكم جدا منا انا بشكرك من الطلاب بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني شكرا هذا نورتيني وشرفتيني ومتالقه دايما ربنا يخليك كابتن خالد دايما كده متالق ودايما صانع النجوم احنا اللي شرفنا بسيادتك امنيه طبعا بشكرك نورتيني وشرفتيني وهنتابعك كمان ان شاء الله تعملي موسم جاي يعني قوي جدا اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونكمل لقائنا النهارده مع بطلات كره اليد ثالث افريقيا بطل الكاس بطل الدوري ولكن بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم لقاءنا النهارده مع نجمات كره اليد. في البدايه برحب بالمدرب العام ونجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر كابتن محمد عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عيسى. منورنا. نورك. رحت انت مع الجهاز وسبتنا الاستوديوهات التحليليه سبتنا لوحدنا. هنعمل ايه طيب؟ منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن عيسى. طبعا بنرحب بنجمه الفريق والقادمه الوافده الجديده اول موسم ليها تؤه كامل. اهلا يا تؤه. ازي حضرتك؟ منوره قناه النادي الاهلي. منور حضرتك شكرا. اكيد كمان بنرحب بامنيه هشام نجمه الفريق. اهلا بيك يا امينه. بنورك شكرا. ماشي معلش امينه هشام. بنرحب كمان برنا راضي نجمه الفريق. نورك شكرا. طب خلينا يا كابتن نجي لك. يمكن الموسم كان صعب في البدايه بدانا يعني كان مطالب منا في نو تايم انه يحصل ترانسفير من سنه يعني كبيسه علينا كلنا لسنه يبقى فيها مكسب. انتوا كجهاز بقى من وجهه نظر الجهاز ايه اللي كان مطلوب؟ طبعا احنا بدايه دخولنا في الجهاز السيدات السنه دي طبعا كان كابتن خالد العوضي طبعا كان تواصل معنا انا ومجموعه كابتن محمد عادل وكابتن بيشو وكابتن خالد. فطبعا كان كل هدفنا ان احنا كان موسم بالنسبه للفريق كان السنه اللي فاتت. فاكر الكلام ده كان شهر كام؟ الكلام ده كان في شهر تقريبا كان شهر اخر شهر 7 كان بدايه الكلام معاكم بالظبط كده. انتوا الثلاثة مع بعض ولا كل لا كان كابتن محمد عادل الاول وبعد كده بدا كابتن محمد عادل يحط القوام الجهاز بتاعه ده طبيعي بالظبط كده. فقعدنا مع بعض اول مره كان هدفنا كله ان احنا اسم النادي الاهلي ما ينفعش ان هو سنه تعدي عليه بالشكل ده ان احنا نقدر دايما متعودين في النادي الاهلي ان هو طلباتنا هو كان في لازم يكون في تدعيم طبعا احنا كنا شايفين اللي كان فيه نقط ضعف في الفريق ان احنا نقدر ندعم فيها كان عندنا مشاكل كان عندنا اصابات عشان كده تقى و بالظبط كده وكان تقى كمان عشان تقى كمان يعني مواليد 2004 تقدر تساعد الفريق بتاعها وهي معانا برضو يبقى في ميكس ما بينها ما بين امينه نفس الكلام لا امينه 2002 كانت كان درجه اولى على طول. فطبعا احنا كانت بدايتنا ان احنا قلنا ازاي ان احنا نقدر نوصل بيهم لشكل يليق بالنادي الاهلي ان هم تاني يرجعوا ثقتهم في نفسهم تاني. دي كانت اول حاجه العامل النفسي ان احنا نشتغل عليه والحمد لله قدرنا ان احنا نشتغل عامل نفسي. كابتن بدايه الموسم كانت صعبه بالنسبه لكم المنتخب كان بيتجمع خمس ايام في الاسبوع اربع ايام خلينا اكون دقيق اربع ايام بيتجمع بالظبط كده حد واثنين وثلاث واربع وبيقول لكم اللاعبات يوم خميس بتلعبوا جمعه وسبت بالظبط كده لا في هارموني ولا في تدريب ولا في سيستم قعدتوا على الوضع ده شهور طبعا كان في بدايه الموسم كان عندنا مشكله كبيره جدا في الموضوع ده ان احنا ازاي عايزين نعمل التوليفه ما بين المجموعه اللي لسه جايه جديده علينا على الفريق يعني والشباب اللي كانت لسه طالعه. فدي طبعا كانت عندنا المشكله كانت عندنا صعبه جدا ان احنا نقدر نظبطها. فطبعا كان المنتخب ساعتها كان قرر ان هو يبقى فيه منتخب سيدات ان هو يشارك في بطولات افريقيا وان هو يبقى فيه انتاج بعد كده قدام. فطبعا دي كانت عندنا بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا ودي كان اول سبب من اسباب ان احنا كانت بدايه الموسم بتاعتنا ما كانتش موفقه قوي. بس الجميل انتوا ما اتكلمتوش طبعا في الاول وفي الاخر طبعا بص في الاول وفي الاخر طبعا هو منتخب مصر هو حقهم طبعا ان هم وطبعا بالنسبه لهم هم ان يبقوا موجودين في منتخب مصر دي حاجه كويسه جدا طبعا. فطبعا احنا ما اتكلمناش وده حق المنتخب بس احنا اتكلمنا ان هو مطلوب ان هو بدل ما يبقى اربع ايام يبقى يومين ان احنا برضو نقدر نشتغل عشان ما يبقاش في تاثير وفي نفس الوقت هو المنتخب هيستفيد من الشغل بتاعنا ان البنات هتبقى جاهزه معانا. فدي طبعا النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها وقعدنا ازاي نقدر نوصل بشكل كويس طبعا الفرقه ان هي تقدر توصل بالشكل ده والحمد لله ربنا وفقنا وطبعا مساعدتهم هم تعبوا معانا كتير واستحملونا في حاجات كتيره جدا اكيد يا كابتن. النجاح بيبقى نجاح جماعي طبعا طبعا
خلينا كمان نروح لتقى. تقى يمكن انت اول سنه ليكي مع الاهلي وزمالك كابتن محمد، انت يعني بتلعبي مع فريق 2004 بتلعبي كمان مع الدرجه الاولى، مبسوطه بالسنه دي؟ مبسوطه بالتجربه دي؟ اه طبعا تجربه كويسه جدا وكانت نقله كبيره ليا انا شخصيا ان انا اخش في نادي زي النادي الاهلي، نادي كبير طبعا، وان انا العب مع فرق السيدات دي كانت خطوه كبيره جدا ليا، نقلتني في حته ثانيه خالص. طبعا خبرات كبيره قوي خدناها من المنتخبات برضو، ان احنا نقدر نلعب كصغيرين مع السيدات دي كانت حاجه كبيره جدا. طب قولي لي الترانسفير اللي حصل من 6 اكتوبر نادي الاهلي بدا ازاي؟ مين اللي اتكلم معاكي؟ مين اللي طلبك؟ مين اللي قال لك احنا عايزينك معانا؟ فاكره؟ اه الحقيقه انا كنت في المنتخب بتاع الناشئات بتاعتنا، وكان كابتن محمد سليمان المحلل الفني، هو المحلل الفني بتاع النادي الاهلي. محمد سليمان فهو اللي عرفني ان النادي الاهلي مهتمين ان انا اكون معاهم يعني السيزون الجاي وكده. بس هو الانديه بقى اخذت الاجراءات مع بعض يعني. طب ما حدش من الجهاز الفني يكلمك؟ يعني حد يكلم بابا، حد يكلم ماما؟ يعني بيبقى لا في الوقت ده لا، عشان انا اصلا كنت في معسكرات المنتخب عشان كنا رايحين كاس العالم. فالوقت ده انا كنت مخصصه اكتر للمنتخب، ما كنتش بخش في تفاصيل يعني الحاجات دي. طب عرفتي امتى بقى ان انت ورقك خلص وراح النادي الاهلي؟ امتى؟ فاكره اليوم ده؟ كنت في معسكر المنتخب عادي برضو. ايوه انت خلاص رحت الاهلي. شكرا يا جماعه. شكرا متشكرين. لا يعني نزل بوست ساعتها انا ما كنتش عارف. نزل بوست كمان؟ يعني انت كمان ما قالولكيش في التليفون؟ ده واضح ان انت مهمه جدا والله يعني. يعني واضح ان انت من كتر اهميتك عرفتي من البوست على الفيسبوك. لما شفت البوست يعني كلمت اهلي وكده. بجد هو الكلام ده صح؟ بيتكلموا عني مظبوط؟ قالوا لي احنا ما كناش نعرف. وكمان بابا ده حاجه جميله جدا. هو ده النادي الاهلي. لا هي الفتره دي كنا يعني دايما كان نحب نعمل شغلنا بعيد عن الاجواء عشان ما يبقاش فيها تدخلات من الانديه. يعني معلش انتوا مالكوش اي كلام على السوشيال ميديا كابتن محمد عادل زولا حتى لما تعب؟ بالظبط. احنا بقينا بنجري نعرف معلومه ان هو يعني وهو ده سبب النجاح بتاعنا السنه دي، ان هو دايما تقفل على نفسك عشان تقدر تشتغل وتبعد عن الاجواء. يعني سد ودانك واشتغل، هي دي النقطه. بالظبط. طب انت يعني بعد سنه من التجربه دي مبسوطه؟ اه طبعا دي حاجه كبيره قوي ليا، كانت خطوه كبيره جدا في حياتي يعني، خدت خبره كبيره قوي وكنت مبسوطه جدا مع الفرقه. حققنا نجاحات كتير قوي فدي حاجه بسطتني جدا. طبعا حابه تعملي ايه السنه الجايه ما عملتوش السنه دي مع الفرقه؟ افريقيا بقى ان شاء الله. كل حاجه عجبني الحماس ده كابتن الله. يعني افريقيا، عايزك افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني عايزاها تيجي الاهلي ولا نلعب بره عادي؟ مش هيهمنا طبعا، مش هتفرق كده كده. بس لا طبعا، واحنا في النادي بتاعنا بيبقى فيه سبورت وجماهير صحيح. طبعا حاجه كل التوفيق ليك يا تقى ان شاء الله. شكرا. امين اجي لك. يمكن انت نفس تجربه تقى بس انت جيتي من سبورتنج. انت اصلا اسكندرانيه؟ طب بيبقى صعب شويه ولا عادي؟ لا كانت صعبه طبعا في الاول، يعني انا قلت سبت عيلتي وسبت كل حاجه في اسكندريه وجيت عشت في القاهره لوحدي. يا خبر ابيض، صعبه. طيب خليني ناخد القصه واحده، لان التجربه لازم يعني ندرسها. اوكي. اولا انت كنت في سبورتنج من نشأة سبورتنج. امتى قالوا لك الاهلي عايزك؟ امتى حصل ده؟ بعد البطوله بتاعت كاس مصر سيدات. سيدات؟ بعدها. مين كلمك من النادي الاهلي؟ كابتن محمد سليمان. برضه كابتن محمد سليمان. هو كابتن محمد سليمان. عايزين نستضيف كابتن محمد سليمان. هو كان المفروض كان يبقى معانا بس حصل له ظرف فما قدرش يجي. اعتذر في اخر لحظه. بس هو بيبقى عارف مين السكاوتنج ارقامه كويسه. بالظبط. وهو كمان عشان متواجد معاهم في المنتخب فعارف. فعارف اللعيبه. محلل اداء في المنتخب فطبعا هو حافظ كل البنات اللي موجوده وعارف كل حاجه، فهو بيبقى الكونتاكت ما بيننا وما بينه، فبنبقى بنقدر نوصل للعيب اللي احنا بنبقى فعلا محتاجينه. طب امينه كلمك قال لك تعالى، الفكره ايه؟ يعني في بابا وفي ماما، ايه الفكره ايه؟ لا هو اصلا انا بابايا اهلاوي كبير جدا، يعني اي حد عارف. أيوة. عارف ان هو اهلاوي ليفل تاني خالص. فاول يعني ما قلت له مش هتاخدي، قال لي روحي من غير. يعني هو كان عايزك تروحي بنت وهتقولي. من وانا صغيره اصلا هو لا الاهلي ده تارجت، وانك تروحي تلعبي في الاهلي دي حاجه تحفه. فلما جاب بجد هو كان فرحان قوي، اول حد اصلا قال لي روحي. بابا كل تعظيم سلام ليك يا بابا، وكل تعظيم سلام وتحيه من هنا. فيعني بجد يعني استاذ هشام طبعا ما اعرفش طبعا المهندس هشام ما اعرفش بقى استاذ هشام. احنا طبعا بنحييك من هنا وربنا يكتر من امثالك يا استاذ هشام. طيب احنا بابا قال لك هتروحي، طب جامعتك عملتي فيها ايه؟ لا ما انا اول سنه جامعه السنه دي فدخلت جامعه في القاهره. انا اصلا كنت عايزه ادخل اعلام وهي كانت اوريدي في القاهره مفيش في اسكندريه. فكده كده كان يعني فدي جت مع دي فخلاص. أيوه. جت اعلام هنا. سعيده بالتجربه دي؟ طبعا جدا جدا يعني. مبسوطه ان انا خدت الاكسبيرينس وان انا خدت قرار ان انا اجي هنا.
طيب السنه الجايه انت العقد السنه الجايه كمان صح؟ اه ان شاء الله مكمله. ان شاء الله. حابه لو النادي الاهلي طلب يجدد معاكي ايه؟ طبعا يعني نفسي اكمل اكيد. لا استاذ هشام بصي لا لازم تكون جامد قوي ده وضع بص يعني السوفت وير تمام السوفت وير تمام. طب بخصوص الاهلي بقى بتتابع ماتشات الكوره وكده و... لا بصراحه ماليش ما بتابعش بس بابا بيتابع. لا بابا بيتابع مش مهم احنا عايزين بابا يتابع وانت بس تلعبي في الاهلي. طيب السنه دي اكتر ماتش لعبتيه حلو سواء في الدوري او في افريقيا او وات ايفر؟ ماتش الشمس بتاع فاينلز الدوري واول ماتش لعبناه في افريقيا بتاع كونغو. طيب فاكره حطيتي كام جول مثلا عملتي ايه في ماتش الشمس ولا ماتش الشمس تقريبا 8 ايه ده الله اكبر ايه ده ده هي اللي حتى نص السكور ما شاء الله 8 وكونغو 7 ما شاء الله ايه ده ده يعني احنا ما فيش 3 و4 كله 7 8 9 الله اكبر الله اكبر تاتش. طيب زي ما قلت لتقى برضو انت قيمي بنقيم التجربه من اول الموسم لاخر الموسم تجربه من وجهه نظرك انت بقى على المستوى البيرسونال الشخصي ناجحه؟ كده كده ناجحه طبعا الحمد لله. بس في اولها كانت صعبه عشان كنت لسه داخله على فرقه جديده وناس مش كلها اعرفها بلس كان في موضوع المنتخب ده فما كنتش بروح اتمرن معاهم كتير. لعبت السنغال؟ فلا في الاول كانت صعبه جدا بس بعدين لما بقينا نتمرن كتير مع بعض ودخلت وسط الفرقه وكده لا الموضوع دي النقطه اللي كان بيقول عليها كابتن محمد ما فيش كان هارموني في البدايه ما لعبتوش مع بعض لعيبه جايه من هنا ومن هنا لاعبات من هنا ومن هنا محترفات مصعدات صفقات جديده ما كانش فيها هارموني يعني انتوا كلاعبات كنتوا حاسين بده كمان كنتوا حاسين بده. طب اكتر توجيه كان بيوجهه لي كابتن محمد عادل زولي اكتر حاجه لما يجي في التايم اوت لا ضحكتي صح؟ لا قولي قولي ما يهمكيش قولي عادي. لا هو كابتن زولا بصراحه كان اكتر حاجه بيقولها لي عادي العبي لعبك وما تخافيش وانت تقدري تكسبيني عادي العبي لعبك وهتعملي احسن حاجه. هو شايفك الحمد لله كويسه بس كان كنت ناقصه يديك الثقه يدفعك ايوه الثقه هو اداني الثقه بصراحه الجهاز كله كان مديني الثقه برافو انا عاجبني فيكي يعني حماسك وعاجبني فيكي ان انت حابه يعني التجربه زي تقى بالظبط يعني نفس اصل يبقى مهم جدا لان انتوا برضو هتبقوا في لاعبات هيتعرض عليهم ييجوا فلازم يشوفوا التجربه اللي سبقوهم كانت ازاي خاصه انتوا جايين من بره النادي. كل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اجي لك طبعا يا رنا اكيد انت اخت احمد رادي صح؟ ايوه. واحمد رادي راجع السنه دي ان شاء الله طبعا الاخ والاخت هيكونوا مع بعض في النادي ان شاء الله. كلميني عن السنه دي وصعوبتها وازاي ابتديتوا كلميني عن كل التفاصيل دي. السيزون في الاول الصراحه ما كانش احسن حاجه عشان بدانا اول ماتش لينا خالص كان مع سموحه في اسكندريه ده خسرنا ودي كانت اول مره اصلا ان احنا نخسر من سموحه وبعدين خسرنا من الطيران كمان فحصل كذا دروب كده في الاول فمحدش كان متفائل بينا خالص اصلا السنه دي من اللي حصل في اول السيزون ده حلو محدش كان متفائل يعني كانت حاجات غريبه بتحصل بصراحه وتعادلنا بس تاني. على فكره والله احنا كنا بنقول كده بنقول ان فعلا الفرقه ما اتمرنتش مع بعض ده كان سبب وعشان كمان كان في صفقات كتير فما كناش لسه عملنا اي حاجه وكان حته المنتخب برده كنا بنبعد كتير شهرين ثلاثه احنا مش مع بعض اصلا بس فصراحه الجهاز بقى كان ليه دور ان احنا نتلم تاني ونرجع مع بعض وكده وكملنا يعني الحمد طيب. لله يمكن هسالك حاجه مختلفه شويه قبل دول قبل بدايه بطوله افريقيا قبل البدايه وشفتوا الفرق اللي جايه صح وبداتوا تشوفوا مجموعتكم في القرعه وبعد كده بدانا نتمرن على اساس المجموعات دي وبدانا نشوف هنلاعب مين وكده يعني كان احساسك ايه كان احساسك ان انت هتعملوا ايه في البطوله هل ممكن نروح قبل النهائي ولا هيبقى صعب كنت شايفها ازاي هو عشان دي اول بطوله ليا افريقيا مع الاهلي يعني ف كنا شايفين الموضوع صعب كده كده عارفين ده بس احييكي على بصراحه على يعني على صراحتك عارفين شايفينه صعب طبعا يعني كان بالنسبه لنا فرق انجولا كده كده معروف ده اول وتاني مع ان احنا حاولنا والله معاهم لا ووصلنا حاطين 30 جون في قبل النهائي 38 30 صح قبل النهائي ولا كان كام؟ لا كان 25 21 25 قبل النهائي ده المجموعه اللي كانت المجموعه اللي كان 38 يعني قصدي اقول ان احنا حطينا 21 هدف واستقبلنا 25 بس ففي تطور بصراحه بس بعد اول ماتش الصراحه لما الحمد لله كسبنا في ماتش الافتتاح لا حسينا الدنيا سهله ونقدر يعني نخش طب ماتش تونس تونس كانت صعبه ماتش تونس كان صعب وكمان كان صعب عشان هو دور 8 فدي صحيح. تحطك يا اما تخش مربع يا اما خلاص مفيش حاجه كانك ما جيتش البطوله يعني وكان فيها سندس كانت بتلعب معانا وبتلعب معاهم حافظاك وحافظه لعيبك وهم اصلا معظمهم كمان لعيبه منتخب تونس يعتبر كنا بنلعب المنتخب يعني رنا انت كنت معاهم في السنغال؟ لا كنت مصابه لسه ما كنتش كنت مصابه انت من اللاعبات اللي اتصابوا قبل البطوله صح؟ كان في حد كان في نصر اتصابت وكان في حد برضه جول حارس مرمى اتصاب وكان في يعني كنا المفروض نبقى 9 في البطوله دي بدل 6 طيب هتكلم على المنتخب يعني شايفه المنتخب يعني احنا طلعنا مع انجولا جون باين او تعادلنا هنا في مصر وفي ماتش تاني خسرنا فرق كبير ده المنتخب بقى شايفه ان احنا نقدر في يوم من الايام كمنتخب نكسب انجولا؟
شايفها تونس. انا شايف الدنيا قريبه واحنا كسبناها اوريدي في السنغال، بس انا شايف ان هو تونس قريبه الدنيا تمام. بس هي المشكله هتبقى انجولا. على فكره تونس كسبت انجولا في سنه من السنين صح؟ يعني الموضوع مش بعيد. لا انا شايف ان هو مش بعيد خالص بصراحه. الدليل ان احنا لما لعبناهم مع المنتخب لا الدنيا كانت في الملعب قوي والماتش كان سهل ان احنا نكسبه، ولما لعبناهم مع النادي الاهلي برضو لا الفرقتين الحمد لله الماتش يعني كان سهل ان احنا نكسبه. طيب يعني شايفه ان الموضوع مجرد احتكاك بس، يعني لو احتكينا اكتر من البطوله ولعبنا هتبقى الدنيا احسن. طيب على مستوى الشخصي احلى ماتش لعبتيه السنه دي في الدوري ولا في افريقيا ولا ايه؟ هنأجلها هنعملها نصين عشان ما صعبوش عليه. الدوري بالكاس احلى ماتش لعبتيه؟ الدوري بالكاس لا كتير، يعني بحب ماتش الشمس بتاع الكاس دور الثمانية ده قوي، وماتش الزمالك الفاينل بتاع الكاس برضو لعبتيه كويس. طب يعني اكتر من ماتش الله اكبر ما شاء الله. طيب لو اتكلمنا على افريقيا، بس افريقيا انا شفت لك ماتشات كتيره كويسه بس عشان قولي بقى احلى ماتش كان ايه؟ ممكن ماتش الافتتاح وماتش تونس ماتنين. الماتشين دول الافتتاح وماتش تونس دور الثمانيه. انت انا فاكر انت باك ليفت صح؟ ايوه انا فاكر كويس قوي، لان انا كنت بتفرج على البطوله وبامانه كنت كل اللي كانوا قاعدين في معايا بيتفرجوا اشادوا بيكي بصراحه. دي حقيقه شكرا يعني لله. دي حقيقه والله، يعني احنا قاعدين بنتكلم حتى احنا يعني شبهناها ان هي ممكن يعني تكون ما تفرقش حاجه عن لعبات يعني انجولا او اللعبات اللي احنا بنشوفها بامانه، يعني كانت عامله وكلهم طبعا مش عايز لا 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 اكيد طبعا، بس أكيد يعني انا بتكلم ان انت مميزه عشان يمكن الحجاب كمان مخليك مميزه. طيب خلينا نتكلم على السنه الجايه ان شاء الله. ايه محليا شايفه احنا ايه؟ لا محليا ان شاء الله يعني الكاس والدوري ان شاء الله ما ينفعش يخرجوا من عندنا يعني بتعلم باذن الله. عشان ده مش عشان حاجه بس عشان بجد احنا نستحق ده يعني. طيب امينه برضو يعني نفس الكلام بالنسبه للسنه الجايه محليا شايفه في فرق ممكن تنافسنا؟ احنا شفنا الشمس السنه اللي قبل اللي فاتت كانت بطل، السنه دي كسبناها، السنه الجايه هل شايفه انه ممكن ينافسونا اكتر؟ يعني في فرق ممكن تنافسنا اكتر من السنه دي ولا محليا يعني خلاص احنا ان شاء الله خلاص محليا خلاص يعني ده الكاس بتاعنا خلاص خلاص خسرنا المره بتاعتنا اللي هنخسرها خلاص، يعني شايفه ان احنا محليا ان شاء الله ما عندناش ازمه. طيب بس افريقيا اللي محتاجه شغل يعني محتاجه شغل بس عادي نقدر نوصل فاينل المره الجايه يعني. طب تجربه المحترفه السنغاليه كانت احسن ولا سعيده؟ يعني لما اجيب محترفه من شمال افريقيا انا شايف معلش رنا بتضحك بس انا بس بوريك لا والله مش قصدي حاجه والله لا ليه لا لا يعني التجربه شمال افريقيا سواء سندس او سعيده وجا وراها المحترفه السنغاليه معلش فكروني باسمها كان اسمها ايه؟ دودو كمار دونجو ها؟ دونجو كمار دونجو كنت كنتوا بتدلعوا ايه؟ دودو ها؟ خلينا دودو ولا دودو يعني انهي تجربه بالنسبه لكم شايفينها افيد؟ انا معلش انا مش هاخد راي الجهاز بس هاخد راي اللاعبين، رايك ايه؟ انا سندس ما حضرتهاش ما لعبتش معاها سعيده جت فتره قليله لعبت قصادها بصراحه كانت يعني بصي مش هتعرفي تروحي مني في السؤال فين هتردي هتردي سعيده ما لحقناش برضه نلعب معاها بس دودو هي اللي فرقت معانا قوي بصراحه. دودو كانت فرقت يعني سبب من اسباب ان احنا وصلنا للتارجتس بتاعتنا السنه دي هي دودو بصراحه. لا انا شايفه سندس بصراحه كان ليها يعني كانت مهاريه كمان وكان ليها ماتشات كتير بصراحه شالتنا فيها، ودودو طبعا نفس الكلام يعني احنا السنه دي من غير دودو لا كان في ماتشات كتير ممكن تضيع مننا بصراحه شالتنا في كذا ماتش. انا سندس برضه ما لعبتش معاها بس هي يعني لعيبه كويسه قوي ما شاء الله. سعيده برضو الفتره اللي كانت موجوده فيها احنا كنا في المنتخب في منتخب السيدات فانا ما عرفتش احتك بيها كتير يعني، بس دودو لا خلاف عليها. ده انتوا كان بيجي لكم جمهور سنغالي؟ كانوا بيجوا يشجعونا يا جماعه. ده جمهور السنغالي ملى الملاعب المصريه بسبب دودو. دي حقيقه. انتوا نسيتوا دي؟ فاكر اول تمرين يا كابتن ولا اول ماتش تقريبا كان جمهور العالم السنغالي؟ كان ماتش الزمالك. ماتش صح جمهور يشجعونا زي ماتش الباسكت بتاع البال لما كنا بنلعب بيترو اتلتيكو وجمهور انجولا مالي المدرجه اكتر يعني كان كتير جدا. ايوه جمهور انجولا ده كان جمهور جنوب السودان جايين يشجعوا اللاعب الجنوب السوداني اللي معاهم، فاحنا كنا عاملين كانت خطه مشدوجه صح يا كابتن ان احنا نقدر نجيب جمهور يعني السنغال وفي نفس الوقت يبقى معانا لعيبه كويس. يعني كل اجمع ان التجربه جيده يا كابتن يعني حتى اللاعبين احنا عايزين عنصر قوي عنصر بيدافع. هي الفكره هو انت الاختيار كله انا يعني الفريق محتاج ايه هي دي النقطه وده كان السبب تغيير طبعا. هي كانت هي سعيده ما عرفتش تتاقلم مع الفريق في البدايه وكان حصل لها لا هي طبعا هي لعيبه كويسه جدا بس هي كان الظروف ما خدمتهاش ان هي طبعا حصل كام اصابه كده برده فهي دي اللي عطلت معاها صحيح. زائد ان هي ما عرفتش تخش في الانسجام مع الفريق. دودو اختلاف ان هي من اول يوم
حسينا بفرق كبير جدا ان هي قدرت تخش جوه الناس، والناس عارف انت في ناس كده لما من اول مره انت بتحس ان الدنيا فيها راحه. هي لطيفه جدا بالظبط، هي طبعا روحها جميله جدا، هي ما شاء الله عليها، هي كمان لعيبه متكامله دفاع وهجوم. هي عملت رأسة بيرسي تاو وهي دافعه كاس يعني، لا ما شاء الله مذاكره برضه هي مشكله. فطبعا هو كان انا من وجهه نظر الاختلاف ما بين دودو كده يا جماعه الاحتفال بتاعها انا كان بالنسبه لي الاختلاف ما بين دودو وسندس، انا سندس شفتها بس ما مرنتش مرتهاش. قعدت سنتين سندس باين، قعدت سنتين انا اتفرجت عليها بس ما مرنتهاش. بس الفرق ما بينها وما بين دودو ان دودو لعيبه متكامله، سندس ما بتدافعش، دودو عندها دفاع وهجوم، زائد ان هي كقوه جسمانيه طبعا اقوى بكتير من هي طبعا سندس مهاريه اكتر. بس هي الفكره كلها احنا هنا في الدوري كم محترف؟ يعني الرجال بيبقى ليهم اثنين صح؟ دوري اتنين. السوبر احنا في السيدات لينا واحده ولا اثنين؟ في بطولة افريقيا ولا الدوري؟ لا بتكلم على الدوري، بتكلم على الدوري. الدوري هو المفروض يبقى اثنين عادي بقى. عادي زي الرجال، ما هو نفس اللائحه. هي نفس اللائحه يعني احنا ممكن لو حابين مثلا يعني انا بتكلم، انا ما اعرفش طبعا ده قرار كنتوا كجهاز. لو عندنا مثلا لاعبتين من السنغال مثلا، او لاعيبه من السنغال ولاعيبه من انجولا، ما اعرفش دلوقتي القوه بتاعتهم ايه الفرق الافريقيه. السنغال يمكن وصلت قبل نهائي في البطوله اللي فاتت. ايوه بالظبط. يعني ده هيفيدنا ولا شايف انه لعيبه يعني والله وجود لعيبه واحده برضو؟ هي الفكره كلها هتيجي تحسبها، هي هتفيدك كبطولات بس مش هتفيدك كعناصر عندك. انت كده بتقتل عناصر عندك، وانت اوريدي عندك عناصر وعندك عناصر شابه طالعه. طبعا ان هي تقدر تاخد خبرات كتيره، انها تقدر تلعب، ان هي تقدر الاحتكاك اللي احنا بنتكلم عليه ان هم يبقوا موجودين جوه الفرقه، هو وده حقهم هم يقدروا. ويمكن برضو تطور ليلى هيثم في الدفاع والهجوم طبعا بشكل طبعًا كبير، ده عمل لنا قوه على الدايره بصراحه. ده حقيقه، هم بصراحه يعني انا برضو هقولها تاني، برضو هم المجموعه كلها تعبت معانا، واحنا كنا بنتعامل معاهم مش بنتعامل معاهم ان هم بنات، احنا بنتعامل ان احنا بنمرن ولاد. فهي دي الفكره اللي احنا كنا حاطينها من البدايه، هم كانوا من البدايه ما كانوش فاهمين احنا بنتعامل ازاي معاهم. هو احنا كنا بنتعامل معامله قويه جدا، فهم بداوا يتاقلموا على الموضوع ده، حسوا ان الحته دي بدات تفرق معاهم، فبداوا ان هو خلاص احنا اتاقلمنا على الموضوع، فهو ده اللي فرق معاهم كتير. طب انت نفسك ايه تعملي ايه بقى في السنه او السنتين اللي جايين؟ سيبك مع الفرقه على المستوى الشخصي. طبعا نفسي افضل مكمله مع منتخب السيدات، طبعا ده حلم كبير قوي ان احنا نمثل افريقيا ونوصل ان احنا ان شاء الله نكسبها. طبعا مع النادي نفضل مكملين ان احنا مكتسحين يعني كل حاجه في المحل ان شاء الله، ونوصل ان احنا ننافس على افريقيا. انت في سنه كام بتقول؟ انا في ثانويه عامه السنه دي. شد حيلك. شكرا. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله مزيد من التوفيق. كابتن محمد انت طبعا مكمل معانا الفقره اللي جايه، بس طبعا اكيد بنشكرك اكيد على الفقره دي والفقره الجايه انت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اكيد بشكر امينه ان شاء الله، وبمزيد من التوفيق. مشكور لنا بابا كتير. حاضر ان شاء الله. وطبعا بشكر اكيد رنا، وبشكرك شكرا جزيلا، وعدونا انتوا تكسبوا السنه الجايه عشان تفضلوا معانا برضه باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم، هينضم لينا نجمات جدد اعرفوهم بعد الفاصل. مكملين مع حضراتكم لقاءنا النهارده مع بطلات كره اليد في النادي الاهلي، دوري وكاس وثالث افريقيا بعد موسم تاريخي تحقق بعد 30 سنة. الحقيقة ده يعني بيدل على دعم، على جهد، على إرادة حقيقية من الجهاز الفني واللاعبات ومن قبلهم مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. في البداية برحب باللي انضموا لي في الاستوديو، أكيد كابتن محمد كان معانا من الفقرة اللي فاتت، كابتن محمد عبد الوارث المدرب العام، ولكن برحب باللي انضموا بينا في الفقرة أو في الفاصل ملك أحمد لوكا، أحد اللاعبات مواليد 2004 الصاعدات اللي لهم دور كبير جدا مع الفرقه وليهم مستقبل ايضا كبير. اهلا بيك يا ملك، منورانا. شكرا. ايه في ايه عايزين كده وحش في الملعب. منورانا يا ملك. اكيد كمان بنرحب بفرح حازم مواليد 2002، احدى برضو اللاعبات الصغيرات في السن واللي ليهم كمان دور كبير ومجهود كبير مع الفرقه. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحياتك، منورانا. منور حضرتك. بنرحب طبعا بنجمه الفريق شهد الشواربي، اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، منورانا. بحضرتك. يمكن اجي لك يا ملك في البدايه، يعني انت سنك صغير يعني بتشاركي مع الفريق بشكل منتظم وليكي يعني دور كبير سواء مع فرقتك 2004 او مع الفريق الاول. كلميني عن مشاركتك مع الفريق الاول، طبعا وضع طبيعي من نجمات الفريق في 2004 وانت بتشاركي مع فريق السيدات، اكيد ده حاجه تسعدك، قيمين التجربه واحكي لي عنها. اكيد طبعا حاجه تساعدني، انا من وانا صغيره اصلا وانا في الاهلي كان حلم من احلامي ان انا اطلع فيرست تيم يعني وابقى لاعبه فيه، فطبعا مشاركتي في الفيرست تيم كانت حاجه بالنسبه لي سعيده جدا. ان انا يعني وصلت لهدفي وان شاء الله افضل مكمله عليه يعني.
بس وكنت مبسوطه جدا طبعا اكيد ان انا بشارك معاهم وان انا جزء معاهم في الفيرست تيم. يعني انت تصعدتي السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ لا السنه دي. طب يعني عرفتي ازاي صعدتي؟ هل كابتن زولا كلمك؟ مين اللي بلغك تمرني مع الدرجه الاولى؟ كابتن محمد سليمان بعد بطوله كاس عالم. الصفقات جوه بره كابتن محمد سليمان. هو تلاقيه في كل حته. بعد بطوله كاس عالم ما خلصت هو قال لي ان انا ليا دور ان شاء الله في الفيرست تيم وان انا هطلع معاهم الموسم ده باذن الله. طيب بدات التمرين كنت شايفه نفسك ايه؟ هتاخدي فرصه ولا لا؟ ولا كنت بتتمرني وبس؟ يعني انت كان عندك ثقه ان هيدوك الفرصه الجهاز الفني ولا يعني لا؟ من اول يوم كان هما مشجعيني جامد قوي، الجهاز واللعيبه كلهم كانوا، محدش اللي هو كان مش واثق فيا او محدش مش هتقدر تعمل حاجه او كده، لا بالعكس هما كانوا كلهم واقفين في الثقه زيك زي اللعيبه في الفريق بالظبط، زي بالظبط اللعيبه اللي في الفيرست تيم وهم كلهم مديني الثقه يعني والجهاز كمان. فاكره الماتشات اللي شاركتي فيها طبعا؟ اكيد. ايه اكتر ماتش او احلى ماتش لعبتيه؟ كان يعني البدايه بالنسبه لي كان ماتش سبورتنج ده كان لعبت فيه حلو قوي. محمد يعني بياكد هي غيرت شكل الماتش. طب ليه بقى؟ يعني اكلمني عن ظروف مشاركتها. والله احنا كان ماتش سبورتنج كان ماتش هناك على ارضهم. دايما ماتشات سبورتنج على ارضهم بيبقى الموضوع صعب شويه، الملعب ضيق كمان. بالظبط. فكان الخطه ان هي احنا هنبدا بالتشكيل بتاعنا عادي، وكانت اوكا كانت موجوده معانا. كانت الفكره ان هم فرقه سبورتنج وبخص الحارس المرمى بتاعهم مش حافظين اوكا. فكانت بدايه المباراه ان احنا كنا بنلعب، الدنيا كانت ماشيه كويس، حصل تأزيمه شويه، فطبعا نزول اوكا طبعا كابتن محمد عادل دفع بيها بصراحه. هي الشوط الثاني ولا في الاول؟ كان الشوط الثاني كمان يعني لعيبه صغيره وبتنزل الشوط الثاني سبورتنج بره. لا ده ثقه جامده قوي كان الموضوع بأمان. بصراحه لا يعني هي كده بامانه ثقه فيها بشكل كبير. لا هي طبعا هي لعيبه كويسه جدا، لعيبه هي لو ما كانش لعيبه مهمه في يعني موجوده في المنظومه ولعيبه عندها الامكانيات احنا ما كناش هنفكر بصراحه. هي بصراحه تعبت معانا كويس جدا، اندماجها كمان مع الفريق كان سريع جدا، وده طبعا كان سبب من اسباب هم اللعيبه نفسها هي اللي بدات تحتضن الشباب الصغيرين اللي كانوا طالعين معانا. فطبعا ده اثر تاثير ايجابي كويس جدا مع الشباب الصغيرين كلهم، وده كان ادائها طبعا في ماتش سبورتنج كان حاجه بصراحه هي اللي غيرت شكل المباراه تماما ما شاء الله. طيب فاكره ايه تاني بسبورتنج؟ بسبورتنج دي نقول مولد يعني اوكا مع الفرقه. طيب بعد كده تولت المباريات ايه بقى؟ برضو كان ماتش فاينل بتاع الكاس بتاع الزمالك كنت بلعب برضو فيه كويس. في افريقيا هابيتات كنت بلعب فيه حلو برضو. ما شاء الله. انت سعيده جدا بالتجربه والفرصه اللي اداها لك؟ اكيد طبعا فعلا. اكيد سعيده جدا اكيد. طب خلينا نفس الكلام بالنسبه لفرح، يعني انت اكيد شاركتي برضو في مباريات السنه دي، ده تم الدفع ليكي. فاكره المباريات اللي انت شاركتي فيها ايه؟ فاكره. ايه احلى ماتش لعبتيه؟ هو يعتبر كل ماتشات الشمس لما كنت بنزل كنت تفرق يعني معانا تعمل فرق يعني. الحمد لله لما بنزل كنت بعمل عليا في الملعب يعني. ده كان بيبان في الاداء بتاع في الملعب. طيب يعني كلميني عن ثقه الجهاز، كابتن زولا لما كان بيكلمك بيقول لك قبل الماتشات بيقول لك خلي بالك مثلا فرح هتنزل الماتش الجاي، كان في كلام ولا كنت بيقول لك لا يلا انزلي؟ يعني ايه اللي بيحصل بينك؟ لا هو كده كده الجهاز كله بيتكلم معانا من اول ما بدانا الموسم ان هو واثق في لعيبه موجوده، ثقته في كل اي واحده بتنزل في اي وقت، هو عارف ان هي تنزل هتساعده هتجيب له الماتش، هتعمل اللي عليها، مفيش واحده قاعده بره او جوه هتاثر، بالعكس كل واحده تنزل تعمل عليها. فهو كل بيتكلم معانا كلنا على اساس ان احنا هننزل ان شاء الله هنعمل احسن حاجه عندنا وهنساعده في المكسب يعني. طيب اصعب ماتش انت متفقه معاهم في الماتشات اللي احنا لعبناها في الدوري، اصعب ماتش كلينا كفرقه؟ فرقه او ماتش بالنسبه لي الزمالك برضو بتاع الفاينلز كان صعب عشان احنا كنا نازلين احنا ان شاء الله هنكسب، فلما الدنيا ازمت احنا ما فهم يعني كان لازم نضغط غريب. بعد ما تعادلنا ورحنا الاوتيل بقى كلميني عن اللحظات الصعبه دي، ما احنا مش هنقعد نتكلم في فرح على طول ومكسب وبتاع، لا اكيد في لحظات صعبه. انت تعادلت مع الزمالك برغم انت يعني بتكسبه سو ايزي، رجعت الاوتيل، فكلميني بقى عن الفتره واحنا طالعين الباص بقى واحنا راكبين الباص ورايحين الاوتيل، كلميني عن الفتره دي وصعوبتها. هو اصلا احنا اول ما الماتش خلص كلنا مصدومين ان الماتش خلص تعادل، هو ما حدش كان مش مصدقين يعني بالظبط، هي مستحيله تحصل يعني. بس طبعا خدنا يعني طبعا كابتن الفريق كان ليه دور قوي، كابتن نصر كان ليها دور معانا قوي، لمت الفرقه قبل ما الكابتن يتكلم معانا حتى، قالت لنا احنا لسه بطوله الدوري بتاعنا ما خلص، احنا ما ينفعش نضيع كل المجهود اللي فات ده، بالعكس ماتش خلص خلاص
ما كناش موافقين خلاص هنركنه، بس لسه عندنا ماتشين مهمين جدا تاني يوم على طول. بالظبط، ما ينفعش يعني وقت الزعل حتى او فرح لازم بياخد وقت معين وبيخلص، فاحنا خلاص خدنا وقتنا في الزعل، لازم نفوق عشان ماتش بكره، وجهز خلاص خسرنا ماتش الزمالك وجهزنا اول ماتش الشمس عشان لازم نجهز الجهاز في الميتنج اللي كان قبل ماتش تاني يوم اللي هو كان سبورتنج، لا كان الشمس تاني يوم الشمس. الاجتماع مع الجهاز الفني قالوا لكم ايه بقى بالماتش؟ خلاص ماتش امبارح نسيناه خالص ما فكرناش فيه، نسينا عندنا مهمه لازم هننزل هنكسبه، هي لازم، هي ما فيهاش اوبشن تاني، خلاص هو مكسب يعني مكسب. ما وتركوش الكلام ده؟ لا لا خالص، ده كل واحد كان نازل عارف ان هو دي مهمته، دي تعب السيزون كله ما ينفعش يضيع عشان احنا سايبين الماتش، لا خالص احنا نازلين كلنا واثقين في بعض جدا، كل واحد واثق في اللي جنبه وواثق ان كله هيموت نفسه عشان يجيب الماتش، وده اللي حصل يعني منزلنا الحمد لله. طيب هنتكلم عن افريقيا وبدايتها بالنسبه لكم كلاعيبه، برضو اكيد كان في ديالوج مع كابتن نصر كابتن الفريق مع اللعيبه المحترفه بينكم بعض في اوضه اللبس في الاوتيل، كنتوا بتقولوا ايه لبعض قبل افريقيا؟ هو الصراحة هو محدش كان متوقع ان احنا ممكن نعمل حاجة زي دي. هو كلكم بنتكلم ان احنا هننزل بالظبط، يعني من زمان محدش عمل حاجة صعبة وبقالنا كتير ما شاركناش، فالموضوع صعب، بس احنا بالنسبة لنا احنا هننزل هنعمل كل حاجة نقدر عليهم، حتى لو ايه احنا مش هنفكر غير ان احنا نتعب في الملعب، وربنا عمره ما هيطيع تعبنا، يعني هننزل هنعمل علينا كله في يعني الملعب. يعني فكرتوا بماتش بماتش؟ ماتش بماتش وماشيين ستيب باي ستيب، وقلنا وكلنا واثقين في بعض ان شاء الله نحقق اكتر حاجه نعرف نعملها في البطوله. طب يعني بعد الافتتاح وماتش الماتش التاني احنا قلنا احنا قريبين جدا، يعني قلنا يا جماعه الموضوع مش صعب حتى خالص، حتى ماتش المجموعه كان بالزبط يعني بالظبط الموضوع اصلا مش صعب خالص، احنا قلنا لا يا جماعه ليه ما ناخدش افريقيا، يعني بصينا بقى اللي احنا لا يا جماعه هي سهله في بيتنا مش مشكله بالظبط يعني. صحيح ده اداكوا ثقه، يعني خدتوا الثقه بعد ماتش ورا الثاني ماتش ورا الثاني. الصراحه بس كان سيمي فاينل كان نفسنا نعمل في حاجه فيه وحاولنا قوي، لكن كان في ظروف معينه وقلنا كده كده لينا ميداليه. فرحانه بالموسم ده؟ طبعا الصراحه أكيد عمرك ما تنسي. طبعا سن الذكرى. شاهد اجيلك يمكن كان موسم صعب، والتحول اللي حصل من موسم انت خسران فيه دوري وكاس وخسرت على ماتش، يعني الدوري كان ماتش واحد اللي خسرته على ماتش يعني، فكان تحول مطلوب وتحول سريع، النادي الاهلي ما ينفعش يقعد يخسر بطولتين ورا بعض، وكمان الناس ما خدتش ان فرقه اليد تخسر، يعني كان جديد علينا ان فريق السيدات هو فريق السيدات خسر، يعني كان الموضوع بالنسبه لنا كان يعني صدمه، يعني فتره كورونا كان الموضوع طبيعي كانت الدنيا صعب، انما السنه اللي فاتت هي اللي كانت صدمه. الترانسفير انتوا كلاعيبه بقى مش كجهاز عملتوه ازاي؟ هو احنا بعد ما السيزون اللي فات خلص وخسرنا بطولتين وكسبنا في الاخر بطوله المنطقه، اتكلمنا مع بعض ان احنا ما ينفعش، ماشي احنا خلاص السيزون خلص بحلو اللي فيه بالوحش اللي فيه، بس ما ينفعش نفضل ان احنا تحت كده او ان احنا نفضل بنخسر او حاجه، لازم نوقف نفسنا ولازم ندعم نفسنا ولازم نستمر ان احنا نكسب تاني ونرجع تاني، فنقدر نقف على رجلينا تاني ونرجع زي الاول زي الاهلي اللي طول عمرنا متعودين عليه ان احنا بنكسب ومش مفيش خساره في قاموسنا. طيب الماتشات ابتدت وبدايه الموسم خسرنا ماتشين يعني كانوا مفاجاه برضو، مهزوز ثقتكم؟ ما حسيتوش ان ده يعني ايه ده يا جماعه احنا يعني احنا شكلنا هنطول ولا ايه في الدروب ده؟ يعني مهزش الثقه بيكم؟ لا طول عمرنا عندنا الثقه ان احنا نقدر نرجع تاني، وان هو حصل دروب في ماتش او التاني، بس هو السيزون لسه طويل وهنقدر نرجع تاني وبدعم. انت بتقولي الكلام ده بعد الموسم؟ لا والله من وقتها يعني كان ساعتها وقتها بالدنيا سودا والله وقتها كنا رياضيين وعارفين كنا متاكدين ان احنا هنكسب الدوري وهنكسب الكاس وهنرجع، هو دروب حصل في اول السيزون. طب الثقه دي كانت جايه منين؟ من اللعيبه من بعض ومن الجهاز الفني ان احنا ان هم واثقين فينا بالظبط، وان احنا يعني مش مقصرين في حق التمرين ولا مقصرين في حق نفسنا، فعارفين ان المكسب هيجي واحده واحده، بس السيزون طويل كان في اول السيزون، فلو كنا حصل دروب في اول السيزون ما كناش هنقدر نكسب، كنا لازم نوقف نفسنا. طيب انت على المستوى الشخصي اكتر يعني اكتر ماتش فاكراه او لعبتيه كويس ايه؟ بحب الماتشين بتوع الكاس بصراحه، كان ماتش ماتش سبورتنج في السيمي فاينل وفي الزمالك فاينل، عشان سبورتنج السيمي فاينل السنه اللي فاتت كان هو اللي خرجنا من الكاس، فكان الماتش ليه اهميه ان احنا ما ينفعش يحصل تاني زي كده ولازم ناخد الماتش جامد من الاول. لعبتي كويس؟ الحمد لله. وماتش الزمالك برضه؟ الحمد لله. بس ماتش الزمالك يمكن كان اسهل، يعني النهائي كان اسهل من قبل النهائي، يعني ماتش الزمالك في نهائي الكاس كانت الدنيا يعني اهدى شويه، ماتش سبورتنج هو اللي كان الصعوبه كلها. عشان كمان كان في صعوبه اللي هي نفسيا برضو، عشان نفس الحاجه اللي حصلت السنه اللي فاتت كان نفس السيمي فاينل بالظبط، فما كنا نفسيا نازلين ليه اهميه اكتر يعني. طب حتى الاصابات اللي قبلكم السنه دي ما هزتش ثقتكم بنفسكم؟ يعني نصر اتصابت مرتين،
يعني كسر في الصباع مرتين نصر صح؟ يعني ومنهم واحده بعمليه. فيعني الاصابات كانت في اثنين عمليه. اثنين عمليه ربنا يا رب الحمد لله قومها بالسلامه. يعني قصدي اقول لك انه كان عندكم اصابات كمان كتير غير الاصابات اللي بعديها بقى اسبرين في الكتف في حاجات بقى اللي هي صغيره دي كباتن احنا ماشيين كده عندنا اثنين صليبي اثنين صليبي كمان ربنا يشفيهم يا رب. مين يا كابتن؟ دينا وليلى ليلى الشريف بدأوا يتأهلوا وكده هم عملوا عملية والحمد لله هم شغالين دلوقتي الفترة يعني هم عدوا المرحلة الأولانية بصراحة فالدنيا ربنا يكرمهم إن شاء الله مليون سلامات إن شاء الله ويوصلوا أحسن وأحسن. طب الحاجات دي والإصابات والحاجات اللي كنا بنعدي بيها دي ما كانتش بتخليك تقول إيه ده الموسم ده شكله مش حلو لا الدنيا قافلة معانا هو في إيه ما كنتش بتقول كده؟ لا ما كناش بنقول كده عشان الإصابات كانت مؤثرة طبعا بس الصراحة كان جهاز فني مجهز في كل مركز في يعني واحد واثنين وثلاثة وتنزل دي ما تحسش بفرق يعني فكانت اصابات مؤثره بس الفرقه اللي كانت موجوده كانت بتادي كان ما فيش حد ناقص فكنا الفرقه كلها جاهزه. هسالك سؤال يا شاهد اتفضل. الجهاز الفني اللي ماسكه كابتن دوله وكابتن عبد الوارث وكابتن ميشو الثلاثه بيشتغلوا مع الولاد طول عمرهم صح؟ انا بس السنه اللي فاتت اللي كنت مش سنه يعني بس هم طول عمرهم بيشتغلوا مع الرجال والولاد ولما بيحصل بيجي الجهاز الفني من الولاد بيبقى فيه عنف شويه بيبقوا عنيفين في تدريبهم في اسلوبهم في تعاملهم بامانه مش عشان كابتن محمد هنتكلم يعني بكل صراحه مش في الاول كلمي يا شاهد اتكلمي هتلعبي ما تقلقيش ما قلتوش في الاول مش يعني بصراحه هم من اول اليوم بصراحه حبيناهم والموضوع ما كانش كده خالص بقول لك هتلعبي والله لا انا بتكلم بجد بصراحه يعني لا انت مش حاجه تقوليها لا كابتن دوله يعني كانه اب لينا بالظبط وكابتن عبد الوارث وكابتن ميشو واخواتنا الكبار فلا ما حسيتوش بالمشكله ان هو دايما بيكون في شويه رهبه كده لما بيجي نجوم كبار كانوا في عالم تدريب الرجال وبيجوا على السيدات بيحصل يعني زي تشوك كده في الاول شويه بالعكس ده ما حسيتوش انتوا بده لا بالعكس يعني ده طب خلينا نشوف راي فرح كمان راي انت متاكده مع شاهد متأكد. كده كده ايوه هما كانوا ايوه هما بابانا واخواتنا الكبار بالعكس برضه ساعات بيعملونا في الملعب كنا اولاد يعني لو انت نازله بتنزلوا لعيبهم كتير بعد اذنك يعني اراهم كتير طب هنشوف اوكا اوكا اهي اوعى تسيفيهم عشان لا لا بهزر طبعا اكيد ده بحب واكيد ده يعني الجهاز الفني اكيد طبعا يعني قربكم من بعض طيب خلينا نتكلم على اصعب مش لحظه بقى اصعب يعني موقف مش هتكلم عن المباراه موقف في المباراه انا بس عايز انقي الفاظي كويس بيبقى في مباراه كسبناها وكل حاجه بس كان في موقف صعب تاخرنا طلعنا تفتكر يا اوكا انهي ماتش؟ افتكر انهي ماتش؟ ماتش سموحه اعتقد كان على ارضهم تفتكروا؟ ممكن شمس ماتش يكون فيه سيتويشن صعب الشمس. ممكن شمس برضو كنا يعني كنا نازلين مش احسن حاجه في البدايه ما كناش احسن حاجه بس عرفنا نجمع نفسنا طبعا بين الشوطين والكابتن اتكلم معانا يعني طب خلينا ناخد راي كابتن محمد اصعب موقف انتوا كجهاز فني اتحطيتوا فيه وكان لازم تاخدوا قرار سريع اثناء مشواركوا ده كله هو القرار على حسب ايه بالظبط القرار لا يعني مثلا انتوا في ماتش كسبتوه سيبك من الماتشات اللي خسرناها تمام ماتش كسبتوه بس تعرضتوا لتاخر شديد لهزه ثلاث فرق في فرقه حد اتصاب يعني المباراه كان فيها موقف صعب بس تجاوزناه والله هو ولا ماتشاتنا اللي كسبناها كلها كانت معديه بسلام والله الفكره كلها لا هو كان تقريبا ماتش الشمس كان على ارضنا كان البدايه بتاعتنا ما كانتش قد كده موفقه كان في الدوري ما كانش في الكاس الكاس كان مختلف كان الدوري اللي هو الدور الثاني الدور الثاني كان على ملعبنا كان الشمس طلع علينا احنا كنا في البدايه كنا يعني ما كانش في يعني كان في سوء توفيق في البدايه ماشي في المباراه 10 دقايق بالظبط كده الدنيا الشوط الاولين لغايه اخر دقيقه 20 تقريبا حسيتوا هتخسروا الماتش ده بامانه بص انا ما عنديش حته ان انا احس ان انا هخسر المباراه انا لو حسيت ان انا هخسر المباراه يبقى انا بالنسبه لي انا ما ينفعش اقف على الخط اصلا بالظبط هي دي النقطه ما لعبهاش هي دي انا عشان كمان احنا تعودنا جوه النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها كده انا بقاتل لاخر لحظه وبموت نفسي وانا تعبت وانا متاكد واثق مليون في الميه ان ربنا هيديني حقي فهي دي النقطه اللي انا ده هدفي دايما اللي انا ببص عليه انا بقى بالنسبه لي ممكن يكون موقف انا شفته وحسيت بجد ان البنات كلهم بجد حسيت ان الموضوع قريب جدا الموضوع مش بعيد كان ماتش اول اغسطس اللي كان في المجموعه عندنا وده اللي خلاك تعمل ماتش بالنهايه كويس انا كان بالنسبه لي ان هو بدايه المباراه طبعا كان فيها سوء توفيق طبعا عشان
رهبة طبعا، في بنات كتيرة كانت بالنسبة لهم أول مرة يلعبوا بطولة أفريقيا في الأجواء دي مع فرق زي دي. أنا كنت شايف البداية كانت سيئة بالنسبة لنا. بالظبط في آخر الشوط الأولاني أنا السكور باد جامد، قدرت إن أنا أرجع تاني المباراة وأقلل السكور الكبير الجاب اللي حصل ما بين في الشوط الأولاني، إن أنا أبدأ أرجع. أنا دي أول حاجة طمنتني إن أنا أقدر إن أنا هوصل، وإن شاء الله ربنا يكرمني في البطولة دي إن أنا يبقى فيه ميدالية وهبقى موجود في أول وتاني. بس طبعا الظروف هي اللي ما سمحتش، يعني الدنيا كان فيها قرارات. قادرين يا كابتن، واحنا سعداء بانجازكم، وبشكرك يا كابتن محمد عبد الوارث. الله يخليك كابتن ياسر النهارده، والف مليون مبروك كابتن محمد عبد الوارث مدرب عام الفريق. بشكرك، الله يخليك، ربنا يكرمك. ملك احمد بشكرك شكرا جزيلا، اوكا طبعا نجمه الفريق بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اكيد كمان بشكر فرح حازم، نورتيني وشرفتيني. طبعا شاهد الشواربي بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده، والحقيقه كان نفسنا الطول وكل يعني النجمات يكونوا موجودين، ولكن طبعا اكيد في ظروف، في اللي مسافر، ولكن دي المجموعه اللي نورتنا وشرفتنا اللي احنا سعداء بيهم وهنتابعهم كمان في المباريات القادمه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.